عديت اياني درت البلدان كل محمول نشوف في خيالك في منامي شوف في ثياب عليك تفوت نسات اللي احنا ليك مالي من دماتك بنا وفصول. صباح النور صباح الورد، اهلا وسهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين وين ما كنتوا داخل وخارج حدود الوطن في موعد جديد من اهلا تونس، موعد اخر يجمعنا بكم اليوم كالعاده مواكبه لجل التظاهرات في تونس وخارج تونس. ناخذ فكره على حلقتنا اليوم، شي يكون حاضر معنا في البدايه سي ماهر مديود نائب عن الجاليه التونسيه في العالم العربي وبقيه دول العالم، فما برشا جديد يخص جاليتنا العربيه تبعونا. كذلك شكون حاضر معنا مدام رجل عيادي باش نحكيو اليوم وضيوف على معرض الصناعات التقليديه في دورته الاولى في ياسمين حمامات. كذلك باش يكون حاضر معنا سي عمر بن عيسى مستثمر تونسي في مجال الفلاحة، ووليد أتليلي فنان شاب وبرشا جديد للفنان وليد أتليلي. وأخيرا باش نحكيو على اللغة العربية وتعليم اللغة العربية في تونس، وشكون حاضر معنا الأستاذة سلمى الهرابي. إذا أكثر التفاصيل بعد قليل، نبداو مع روبورتاج الأول مصيف أبناء الجالية ثم نواصل. تفضل. عسلامة. عسلامة. شو اسمك انت؟ الي وسلاتي. الي وسلاتي، منين جاي انت؟ من فين تعيش البرا؟ انا في كندا. وكيفاش جيت للمصيف هذا؟ ما نعرفش. ما تعرفش كيفاش جيت؟ بالافيون. بالافيون. بالطيارة جيت. بالطيارة. ومعناها جيت وحدك، ما جاوش معك بوك وامك؟ امي جات، بويا لا، اختي جات. ايوه، شنو تعلمت تو في المصيف؟ احكي لي. تعلمت الكراية، تعلمت كيفاش نعوم. فيني. اي تعلمت اللغه العربيه، تقرا عربيه في كندا ولا؟ لا نقرا فرنسي. تعلمت برشا حاجات من مال. تعلمت برشا. وعجبك الجو؟ اي. ها؟ اي. شو اسمك انت؟ سليم. سليم، وانت عايش سليم انت؟ في دزاير. في دزاير. دزاير عاد بحثنا قريبه. كيف انا بقى في دزاير؟ في عنابه. في عنابه. شو اللي خلاك انت ولا العائله بتاعك تخموا كونكم تشاركوا في المصيف هذا؟ خاطر صحابي يقول قالوا لي على، وانا حبيت نجرب الفكره تاعهم. كي جيت كيت برشا حاجات ملاح. كيما شنو؟ بيسين، برشا حاجات. تو تحكي تونسي ولا تزيري؟ ولا مخلطه؟ مخلطه. معناها تشجع اصحابك واصحابك التوانسه اللي يعيشوا في الجزائر كانوا يجيو يشاركوا في المصيف هذايا؟ نشجعهم وكل، خاطر هذه تجربه ملاحه خلاص، كي خاطر كي عدينا على كي جربتها عجبتني برشا. سيدة آمنة جلالي ممثلة الديوان التونسيين بالخارج، لو ناخذوا فكرة على طبيعة هذا المصيف اللي يستقطب أبناء الجالية التونسية المقيمة في المهرج. مرحبا بك. احنا الديوان ينظم أنشطة لفائدة الأطفال المقيمين بالخارج، لفائدة الجالية التونسية بالخارج. احنا في الحقيقة ننظم برامج الشرائح العمرية الكل، أما هذه مخيم الأنشطة الصيفية يهدف الأطفال اللي عمرهم بين 9 و 14 سنة و 15 و 17 سنة. عندنا توا في المصيف نتاعنا كما تشوف 135 طفل جاونا من مختلف بلدان الإقامة، عندنا من كندا، عندنا من فرنسا، من إيطاليا، من ألمانيا، من الدول العربية كما ريتو المغرب، عنابة. الهدف نتاع البرنامج هذايا هو أول حاجة ربط الصلة بأرض الوطن. نحبوا صغيرات هذوما يكونوا عندهم رابطة ببلادهم بتونس. اولا الحاجه اللي ركزوا عليها اكثر هو تعليم اللغه العربيه. عندنا برنامج مع وزاره التربيه، الصغيرات هذوما اللي جاوا عندهم كل يوم حصه تعليم اللغه العربيه. عندنا برنامج هو برنامج ثقافي ترفيهي، ما فيهش تعليم اللغه العربيه كهو، فيه جانب ترفيهي. صغيرات كما ريتهم وكما سمعتهم قبيله مؤطرين بمنشطين من منظمه الوطنيه للطفوله المصائف والجولات، كل جروب عنده منشط له بيه، يعملوا ورشات فيها رقص مسرح. فين تعيش البرا؟ ايطاليا. ايطاليا. اول مره تجي للمصيف هذايا؟ اي. اي. شو ما تعلمت بالضبط تحكي لي؟ تعلمت برشا حاجات. شو مثلا؟ نقرا عربي، تعلمت نعمل صحاب. مهدي فين تعيش البرا؟ بلجيكا. بلجيكا. كيف جاتك الفكره ولا عائلتك كيف جاتوا الفكره باش تشاركوا في المخيم هذا؟ من القنصليه تاع بلجيكا.
وتوا كي حكاو لكم في القنصليه على البرنامج نتاع المصيف لقيتوه هنا لقيتو اي كنت جيت ولت عمني ولا هنا مره ثانيه مره ثانيه في الميموتي وفي بلجيكا تقرا اللغه العربيه ولا لا فما نجمو نقراو قريت 3 سنين وبعد بطلت توا مش نرجع فما في بلجيكا نقراو فرونسي نيرلندي ومن تونس منين؟ من قليبه من قليبه مشيش طليت على عائلة كي جيت لهنا ولا جاو طلعوا عليك؟ لا معناها عائلتي من تونس وانا من قليبه ايه؟ معناها قعدت نهارين في تونس وبعد جيت لقليبه ايوه وعجبك الجو نتاع المصيف اي عملت برشا اصحاب برشا صح منين فين تعيش البر؟ ايطاليا ايطاليا احكي لي شو تعلمت هنا شو مال الاصحاب اللي عملتهم تعلمت عربيه تعلمت كيفاش نعوم تو شنو تقول بابا وماما اللي يشوفوا فيك ها شنو تقول لهم قول لهم باي باي صحشوا منين مايا انت منين جيت المانيا من المانيا وشنو اللي عجبك في المصيف تسين تعلمت تتكلم بالعربي بالكدا ايه وفي المانيا تقراوا عربي ولا ايه فما مدرسة عربية نمشيها ايه تمشي مرة في الجامعة كيفاش مرتين في الجامعة اسمي زهرة وفين تعيش البر انا نعيش في فرنسا وشو اللي عجبك في المصيف اش تعلمت بالضبط علمت اللغة العربية وفما جو باهي وعملت برشا أصحاب. بالنسبة لشروط المشاركة هي سهلة، احنا بالنسبة لينا عندنا السادة الملحقين الاجتماعيين بالمراكز القنصلية نتاعنا، يتصلوا الأولياء بالسادة الملحقين، يقدموا عندنا ملف يتم تعميره، كان تتوفر للصغيرات هذه الشروط احنا ماذا بينا نعطيو الأولوية أكثر للصغيرات اللي يقراوا اللغة العربية في الفضاءات نتاعنا بالخارج. أما زاد الصغيرات الآخرين ما همش محرومين ديما نعطيو الأولوية لهم، يتوجهوا للسادة الملحقين الاجتماعيين، يعطيو الملف نتاعهم وإحنا نقبلوهم في الأجيال كي يجيو يقبلوهم في الأجيال كل عام نعملوا مخيم كل مرة نحاولوا نبدلوا شوية ديستيناسيون سنة نابل ديما إحنا نسمعوا الاقتراحات نتاع الصغيرات عملنا لهم توا إيفالياسيون خرجت لنا برشا مقترحات يحبوا على برشا جهات أخرين كيما قليبيا كيما المستير كيما بنزرت كيما جهات أخرى اقترحوها الصغيرات إن شاء الله عام الجاي ناخذوا المقترحات هذه بعين الاعتبار بالنسبة للعائلات ينجموا يبعثوا الأولاد من غير ما يجيو معاهم يعني تستقبلوهم في المطار ولا على الحدود ولا غيره احنا كي نبعثوا مراسلات للساده الملحقين نقولوا لهم الصغيرات اللي جايين وما همش بدون مرافق الديوان يتكفل بالاستقبال نتاعهم وتامين النقل نتاعهم حتى المركز الاقامه ويكونوا بيان سور مصحوبين بمرافقين تيله السنيه نتاعهم معناتها سو بروتيجي ونسهروا على سلامه الاطفال وعلى لور سيكوريتي كو مجان بالنسبه للمشاركه مجان ما يدفع حتى شيء بالنسبه لصغيراتنا نحن ناخذوهم الديوان التونسي بالخارج يتكفل بهم ملي يوصلوا بحذانا لمركز الاقامه بالاقامه نتاعهم وبالبرامج الثقافيه الترفيهيه وبالبيرسونيل اللي تلهي بتاطيرهم والكل على حساب الديوان وهما اولاد الديوان وحنا الغايه نتاعنا الكل كونوا الصغار هذوما يقعدوا ان كونتاكت مع تونس وتقعد يتعرفوا على المخزون الثقافي لتونس نحاولوا نعديهم دي ميساج باش يقعدوا ديما اترافيغ اللغه العربيه اترافيغ زياراتهم للمعالم الاثريه اترافيغ الكونتاكت مع الكشافه مع المنظمات اللي تعنى بالاطفال يكون عندهم كونتاكت مع التوانسه زاد لهنا باش نحاولوا انغارد لو ليان ما بينهم ما بين اولادنا وما بين ارض الوطن اللي هي تونس عزيز علينا الكل. عدنان عقرباوي. فين تعيش في الخارج؟ في السعوديه. في السعوديه، معناها في السعوديه انتم بالنسبه للغه العربيه ما فماش اشكال، شنو الاضافه اللي حصلتك من خلال المشاركه هذه؟ يعلمونا النظام ومقومين بكري ومعناها نعتمدوا على ارواحنا. اي ومعناها فيها برشا حاجات معناها تعلمنا كيفاش كي نكونوا وحدنا نعملوا كيفاش نتصرفوا. يعني مهم الاحتكاك مع الوليدات هذيا من بلدان مختلفة، أكيد عملتوا علاقات تحكي له بعضكم على تجارب، كل واحد عنده تجربته يحكيها لصاحبه هكا ولا؟ اي صحيح. يعني ما ندمتش كي جيت؟ لا ما ندمتش، جربت وانا قبلت انا وخويا وما ندمناش بالعكس.
وهو المصيف به وفيه برشا جو. وجيت وحدك ولا؟ جيت انا واخويا واختي. وابوك وامك في السعوديه ولا هنا؟ لا هنا في تونس، ديما نجيو نصيفوا في تونس. اي مرحبا بك. شنو تقول للعائله؟ نحب نسلم عليهم برشا. محمد منين؟ من المغرب. من المغرب. انت مغربي ومشارك معنا، مرحبا بك. شو اللي عجبك في الجو التونسي هذايا، الجو اولاد الجاليه اللي يعيشوا برا؟ الكل تعرفت على برشا. زي من المغرب ولا تعيش في تونس؟ لا نعيش في المغرب، بويا مغربي وامي تونسيه. ايوه على شركي انت. وغالب التونسي على المغربي ولا العكس؟ لا الاثنين، كي نكون في المغرب نحكي بالمغربي، بتونس نحكي بالتونسي. ايوه شو تعلمت في المصيف هذا؟ في العربيه ديجا نعرفها من المغرب، نقرا ملي انا كنت صغير. وتعرفت على برشا عباد من بلود، من بلاد اخرين. عملت برشا اصحاب وخذيت ديزادريس. واحدين من المانيا، من ايطاليا، من فرنسا. مهمه معناتها هاي تجربه باهيه برشا. وتعلمت زعما فما برشا توانسه في العالم الكل، وتعرفت عليهم زعما تجربه باهيه. سي سا سي زعما بوغ سو كي لون با انكور باسي سي سا سي بوركو با. مرحبا بكم ناس الكل، تحية جاليتنا التونسية اللي جايين تباعا لبلادهم. إن شاء الله عديو صيفية، إن شاء الله يا ربي كلها جو فرحة وعائلة وأمان. خاصة اليوم حاضر معنا سي ماهر المذيوب، نائب عن جالية تونسية في العالم العربي وبقية الدول. برشا جديد كما قلت يخص جاليتنا التونسية في العالم العربي، أكثر تفاصيل معك سي ماهر. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. صباح الخير للألفة وصباح الخير للتونس الكل. مرحبا في داخل تونس وخارج تونس. مرحبا. قبل ما ندخلوا للتفاصيل، شنو رايك في الريبورتاج كيف علقنا عليه؟ والله ما اجمل انه الواحد يصبح على الوليدات يغنوا للوطن. اكيد انا نحب الحقيقه نشيد بهذه المجهودات، مجهودات الديوان التونسيين بالخارج، في خاصه في تعليم اللغه العربيه. راه اللغه العربيه هي المفتاح، هي هويتنا، والحقيقه مجهودات كبيره ومجهودات يعني تذكر فتشكر. نعم، ونحب نستغل الإطلالة على برنامجكم النير باش نتكلم باسمي وباسم 18 نائب الموجودين في مجلس نواب الشعب على الخارج. نحن 18 نائب انتخب من الشعب على الخارج، وهي تجربة تونسية الحقيقة جديدة. وإن شاء الله نقوم بواجبنا في الدفاع على مصالح التونسيين بالخارج باش نشكر هذا البرنامج. ونحن هذا الموضوع قلناه السيد رئيس الحكومة، التقى بينا نحن 18 نائب عندنا تقريبا أسبوع، قلنا هذا البرنامج أهل تونس يمثل أحسن رسالة من تونس إلى أبنائها في الخارج، يمثل جسر. وهذا البرنامج وغيره من البرنامج اللي تهتم بالجالية التونسية بالخارج، نحب الدعم لوجستيكي ومادي ومعنوي، لأنه هذا البرنامج يخدم 1.5 مليون. مش حاجة سهلة، 1.5 مليون، مليون ونص ويسمع صوتهم. وهؤلاء معناها تعرف الغربة صعبة. صحيح صحيح، يلقاو فضاء وين يعبروا فيه ويشوفوا. نعم. شنو فما جديد وشنو يخصهم معناها. لذلك احنا مش رمي ورود، ونحن في الصيف اما نحن واجبنا باش نقولوا. راهو الحقيقه احنا نتكلموا في المجلس، ممكن فيها اشياء معناها هكا عامه وقانونيه وكذا، لكن المواطن يحب يشوف روحه ويحب يسمع بلاده ويحب ماذا به يبلغ، يوصل صوته يوصل ابداعات. التوانسه في الخارج تغيرت، التوانسه في الخارج ولات كفاءات تشرف وتعرف، سواء كان في فرنسا في يعني في الاماكن الهجره التقليديه او الهجره الجديده اللي هي في العالم العربي في منطقه الخليج. التوانسه كفاءات تشرف وتعرف. بيان سور، هذه اقل واجب نقوموا به، وان شاء الله نكونوا قاعدين نقوموا نوصلوا بالرساله نتاعنا على احسن ما يرام. اذا نبداو معاك وناخذوا فكره ان ساعه نطمنوا على جاليتنا التونسيه في العالم العربي، خاصه في الخليج، وخاصه بعد الفتره الاخيره وكل ما صار فيها من تغييرات. انا نحب نبشر التوانسه الكل والعائلات التونسيه اللي عندهم اولادهم وعندهم عائلات في دول مجلس التعاون، وقلنا الحمد لله رايك الصحابه نتاع الصيف مشات، صحابه وتعدات يعني الكرش تتعارك، وراهو الحمد لله الامور رجعت مجاريها. واهم شيء اللي يهمنا نحن راه التوانسه كلهم بخير الحمد لله، سواء كان في المملكه العربيه
الشقيقة، سواء كان دولة الكويت، سواء كان دولة قطر، سواء كان في سلطنة عمان، معناها في كل الإمارات العربية المتحدة اللي أعطت لتونس الكثير، تونس بخير، والتونس دائما يحترم أنفسهم. التونس يقول يا غريب كن أديب، والتونس قمة في الأدب. الحمد لله، يعني كل شيء معناها لباس وجريدة توصية بخير، ما فماش حاجة. أنا شو أقول لك سيدي الكريمة، اليوم هي فرص. أي. اليوم من كل محنة ثم إن شاء الله منحة، واليوم فرصة لتونس بعد الموقف التاريخي اللي اتخذته قيادة تونسية بقيادة الأستاذ محمد باجي قايد سبسي رئيس الجمهورية الموقر، اللي خذا موقف يستجيب لمقتضيات الدستور ويستجيب سياستنا اللي احنا الحياد الايجابي واللي احنا نحبه ديما ما بين الاشقاء الا الخير. هذا الموقف الحقيقه خلينا مرتاحين نحن كجاليه في قطر ولا في السعوديه ولا في الامارات، خلينا مرتاحين. يعني رئيس الجمهوريه نتاعنا والخارجيه نتاعنا دافعت عنا بكل، احنا دائما نبحث عن السلم، نبحث عن التعاون، نبحث عن مساعدتنا بعضنا بعض، واليوم الحمد لله نشوفوا في ثمرات هذا الموقف الايجابي، الموقف اللي عملته الدبلوماسية التونسية موقف مشرف. اليوم ما شاء الله عنا أعداد كبيرة من رجال الأعمال مشاو ويستعدون للذهاب من أجل تعريف منتجات تونسية. أنا أقول لك عندي أكثر من 12 سنة في قطر، ثم غلال وثم منتجات عمري ما شفتهم، اليوم أصبحت موجودة وموجودة بمعناها أسعار معقولة وبتواجد مشرف ومهم. كذلك معناها في عدة أشياء إن شاء الله مش تتجسد في الأيام والأشهر القادمة. هل هي ناخذ فكرة عليها لو تسمح سمية؟ والله أساساً مش أقول، يعني لأنه تعرف ما بعد الأزمات تجي تولي، احنا نقول في تونس تحرك الدولاب والدور، معناها فهمتني إن شاء الله بعد الصيف فرص عمل كثيرة. وكذلك معناها التفاعل ما بالنسبة للتظاهرات الرياضية القادمة، قطر قادمة على عرس كروي أول كأس عالم في بلد عربي، وإن شاء الله تونس، رجال تونس، نساء تونس، رجال الأعمال، سيدات الأعمال، الرياضيين، الإعلاميين، كلهم سيكون لهم يعني إن شاء الله موقع قدم في هذه المشاريع، موقع قدم في هذه الاحتفاليات، لأنه الحقيقة في هذا ونزيد ونعود ونتشرف بنقول هذا هذا موقف تونس خلانا مرتاحين، موقف دبلوماسية تونسية يعني نحى علينا برشة توتر ونحى كذا معناها، وكنا مرتاحين لأنه ما نحزناش لأي طرف، احنا نحزنا للحق وللعدل وللسلم وللتضامن بين الأشقاء. نعم. فرص العمل سي ماهر في انه اتجاه بالضبط، اسمعنا اسمعنا فيما في التعليم، نعم، إضافة للتعليم فماشي في خطط اخرى. يعني انا مثلا لو نعطيك دولة احنا مثلا نعطيو ارقام، يعني احنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة اللي قادمة على مشاريع كبيرة، معناها إن شاء الله معناها مشاريع كبيرة وكبيرة جدا برؤية 20-30، معناها إحنا تو تقرام 30,000 بإذن الله العدد ده مش الدعم ويضعف. في دولة قطر إحنا كنا عام 2010 4,000، اليوم عنا قرابة 25,000 25,000 تونسي وتونسي، وأغلبيتهم كفاءات، أغلبيتهم إطارات عليا في ميدان هندسة البترول، في ميدان التعليم، في ميدان الرياضة. أنا كما قلت لك قطر اليوم تحب معناها تتموقع كعاصمة للرياضة العالمية، وإحنا ما شاء الله معناها بالنسبة للشباب والرياضة مرجع منذ الاستقلال، وكوننا عدة، وهؤلاء حتى المسؤولين يعني القطريين يقول لك يا أخي كل عندكم الكفاءات في مجالات الشباب والرياضة نحن مستعدين ونتشرفوا باش نستوعبهم. ليش؟ لأنه مش هكذا من أجل يعني جمال العيون، لا لا، التونسي جربة في الصحة، التونسي خدام والتونسي يخدم ويروح الروح. نحن ما عناش يعني فهمتني كيفاش، احنا التونسي نحترم أنفسنا ونحترم تقاليد البلد الموجود ونحترم القوانين البلد الموجودة، ونتأقلموا مع أي بلد ما تونسي ديما يتأقلم، يدخل طول يتأقلم مع المحافظة على كرامته بيان سور. يعني معناها والحمد لله كما قلت لك معناها موجودة معناها عدة إمكانيات، كذلك في دولة الكويت، في الدول هذية ثم يعني حقيقة بوتنشال كبير للتونسيات والتونسيين للعمل ان شاء الله. ما تعرف الصيف يعني شويه في الخليج يكون معناها فتره راحه، حراره وكذا، ان شاء الله انا اعتقد بعد موسم الحج
ثم خير كثير ينتظر تونس والتونسيين في دول مجلس التعاون والدول الخليج العربي ان شاء الله. اضافه ان نحب نبعثوا اليد العامله والادمغه، فماشي فكره انه نروجوا منتوجنا التونسي ما دام الابواب مفتوحه. والله كل شوف منتوج تونسي حلو انا نحب نشيد بالعمل اللي مش ظهر اللي تقامت به الحكومه التونسيه والهياكل المتداخله في هذا الموضوع منذ بدايه الازمه. يعني اليوم مثلا نقول لك الطياره اللي تجمع بين تونس وقطر، كانت الطائره هذه نذكر ان نهار جيت تونس لتروا يوم 3 جوان، معناها طائره ترفع كبضاعه 1 طن. بعد اسبوع الطائره غيرتها الجهه المالكه ترفع 40 طن. اي اي و40 طن قالوا لي اي انها فولي بوك مليانه الى ممكن حتى نهايه السنه. وكما حدثتك انا كي مشيت جيت يعني رجعت تونس لاجازتي يوم 3 جوان، معناش يعني انا نذكر معناها من خلال هكذا عشرتي في الخليج زوج حاجات شفتهم سي ان بي ممكن بيزا الهريسه والهندي. شفتوا بعد هذا معناها قبل 11 سنه. اي اليوم بعد الازمه هذه الحليب الدواجن الغلال بجميع النواحي معناها الغلال بدون ذكر معناها فهمني الخضار وهيك ثم قبول. والاهم من ذلك ان الذائقه لانه مش سهل انت متعود على بضائع معينه ومتعود على ذائقه معينه تحت اللسان مش سهل تتعود بها وتاخذها لا معناها وجدت معناها قبول من المواطن والمقيم الموجود هنا. ثم الاسعار معقوله، احنا ماذا بينا ديما تنقص باش تولي تنافسيه اكثر، لكن معقوله الاسعار. وانا نشد على ايدي رجال الاعمال وسيدات الاعمال التوانسه معناها قايمين بمجهود ويبادروا معناها وما انتظروا حد، بادروا وهذا هو هذا المطلوب. المطلوب ان التونسي يبادر، لانه انا ممكن من خلال خبرتي المتواضعه في معناها في الهجره ديما احنا نصمم بتيميت يعني مش كي ما عندناش ثقه في انفسنا نحشمه، راهو بالعكس الكفاءات والقدرات اللي عند التونسي والتونسيه كبيره وكبيره جدا. يجب ان تكون ثقتنا كبيره في الله في وطننا وفي انفسنا لانه التنافسيه نتاعنا عاليه، وهذا ماهوش معناها هكذا لا هذه حقيقه، لان انا عشت مع جاليات اخرى أجنبية وعربية وإسلامية والحمد لله حويجة برك. ماذا بينا ندعمه مثلا لموضوع اللغة الإنجليزية مهم جدا. أي مهم برش صحيح. ماذا بحكينا شوية على التعليم زاد فما بشرة جديدة. احنا عنا كان في قطر مدرسة تونسية يظهر لي فما حاجة جديدة إن شاء الله. والله إن شاء الله السنة أنا سعيد جدا مع أنها الجالية التونسية في سلطنة عمان والسلطات العمانية مشكورة وسعادة السفير ووزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية سي قميص الجناوي اللي من على هذا المنبر نحب نتوجه له بشكر خاص. علاش؟ لأنه مدفع وساهم بشكل كبير من أن السلطات في سلطنة عمان اللي تعرف احتضنت الكفاءات التربوية التونسية منذ الاستقلال. معناها النظام التعليمي التربوي في سلطنة عمان فيه المسحة التونسية واضحة معناها والكفاءات التونسية واضحة. اليوم التوانسة هناك تلمدوا مع بعضهم، التوانسة ماهوش حكومة، ماهوش لا أولياء الأمور وماهوش رجال، سيدات ما عملوا لجنة تأسيسية أي وتجاوزوا كل الصعوبات، كانت أمامهم تحديات كبيرة والحمد لله ربي جابهم للضوء. وإن شاء الله بداية سبتمبر ستفتتح أول مدرسة تونسية بمسقط عاصمة سلطنة عمان. أول وهذه مدرسة أهلية قائمين عليها معناها السيدات هذو ومن معهم من الرجال ومن النساء وشباب تونس ومش يبداوا بالروضة ومش يبداوا ببعض المدارس معناها الأقسام الابتدائية. نحن نحب نوجه لهم تحية تقدير تحية كبيرة لهم لأنهم مو سهل عملوا شراكة مع قطاع خاص عماني والحمد لله وصلوا باش معناها يفتتحوا وياخذوا التراخيص كلها نتاع يعني كذلك يضاف الى تاج المدارس الاهليه في الخليج والحقيقه حتى في العالم. المدرسه التونسيه بالدوحه، المدرسه التونسيه بالدوحه سيدتي عندها تو قرب 30 سنه وهذا مش سهل، 28 سنه ما جاش نهار سكرت ولا ما جاش نهار قام منجمش نقول كلهم توانسه اللي عملوها المدرسه هذه. المدرسه هذه هي الحقيقه امكانيات ذاتيه امكانيات ذاتيه. المدرسه هذه
اليوم عندها من عام 1988 قرب قلت لك معنا قرب 30 سنة تستقبل 2500 تلميذ وتلميذة من الروضة حتى البكالوريا 2000 وشوية توانسة أو 2000 توانسة والباقي من المغرب العربي. المغرب العربي يحس روحه هو أقرب فجي سجل في تونس. المدرسة هذه توفر فرص عمل وخذي الرقم جيدا 180 إطار تونسي ما بين أساتذة تقريبا 150 و30 إطار إداري كلهم من تونس وجايين من طريق وكالة التعاون الفني. المدرسة هذه معناها فهمتني نسبة نجاح بتاعها مش تفاجأ كثير من السادة المشاهدين 88.57% في البكالوريا التونسية، 100% في الرياضيات، 100% في العلوم، 25% في الأدب. هذا مش أكسيدونتال مصنع، لا لا لا، عملناه كيف كيف أولاد، عملناه كيف كيف، وصلنا بعض السنوات 100%. المدرسة هذه ندعو السيد وزير الخارجية والسيد معناها رئيس الحكومة أنه يدعمها بالكلمة الطيبة، يدعمها يعني لما تكون تحت دعم الحكومة وتحت معناها مساندتها تزيد تعطي أكثر. شكرا لك سيدي الكريم، يعطيك الصحة بارك الله فيك. فما إضافة؟ الإضافة أنا رسالة الأخيرة للجاليتنا التونسية، أنا أقول لكل تونسي وتونسية والشباب تونس، شوف الفرص موجودة، احنا فقط الواحد يجهز نفسه يعزز أسلحته الثقافية والتربوية واللغوية وخاصة اللغة الإنجليزية، وراهو فرص العمل موجودة. بالنسبة للسيدات والسادة رجال الأعمال فرص المنتوجات موجودة، بادروا ما تستناو حتى حد، بإذن الله ربي معنا وتحية تونس. شكرا لك، شكرا لك نورتنا سي ماهر المذيوب نائب عن جالية تونسية في العالم العربي وبقية الدول. شكرا لك نورتنا، يعطيكم الصحة وشكرا لكل المجهود القائمين به. تحية كبيرة لك. إذا باش نمشيو مباشرة مع زميلنا وديع برحومة من المحرز. صباح النور وديع. مرحبا بك ألفا. إذا المحطة الخارجية اليوم مدينة المحرز، علاش مدينة المحرز؟ لأنه مدينة المحرز في الصيف تعيش على وقع عودة المهاجرين، تعرفوا اللي المحرز عاصمة من عواصم اللي تستقطب عدد هام من جاليتنا المقيمة في المهجر، ويستغلوا الصيف للعودة وقضاء عطلة الصيف بين الأهل والأقارب، وخاصة الأيامات هذه مدينة المحرز تعيش على وقع الدورة 30 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية اللي الجمهور عدد كبير منهم من جاليتنا التونسية المقيمة في المهجر. معنا سي اسماعيل حابة باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول هذه الدورة. مرحبا سي اسماعيل. أهلا وسهلا. إذا المحرز تحتفي بعودة أبنائها المهاجرين، أيضا تحتفي باستقطاب عدد كبير من الفنانين التشكيليين اللي أصبح تقليد سنوي يجيوا لمدينة المحرز ويتركوا الأعمال نتاعهم كآثار خالدة على كورنيش على كورنيش مدينة المحرز. هو عندما تم اختيار تاريخ الدورات الكل من الدورة الأولى لهذه الدورة أخذنا بعين الاعتبار أبنائنا وجاليتنا في الخارج، لأن تعرف أن محرس نسبة تقريب 50% من سكانها مهاجرة وعودتهم ديما في شهر جويلية أوت، ولهذا أخذنا بعين الاعتبار هذا التاريخ. أبناء المهاجرين شاركوا بكثافة في الورشات، أبناء المهاجرين ديما يلزوا حتى والديهم باش يروحوا في التاريخ هذاي، ديما يسهلوا قبل 3 شهور و6 شهور وقتاش تاريخ الدورة، فمرحبا بهم وإحنا نفسحوا لهم المجال باش يكون نشاطهم معنا معناها مستمر ودائم. شو تفاصيل هذه الدورة؟ عدد الدول المشاركة، الدورة تشارف على النهاية تقريبا، كيفاش كانت دورة السنة؟ دورة السنة ساعة في البداية احنا حبيناها دورة تكون دورة احتفالية. لماذا احتفالية؟ أولا هي الدورة 30 على تأسيس المهرجان وهذا تاريخ هام. ثانيا يمر هذا العام 5 سنوات على وفاة مؤسس المهرجان الفنان المرحوم يوسف الرقيق. ثالثا في الدورة هذه عندنا حاجة ما يعرفوهاش الكثير وهي الهوية الفنية للمهرجان، وعني بذلك كان عندنا شعار المهرجان. اليوم أصبح عندنا شعار مهرجان، عندنا كتاب يؤرخ للمهرجان، وعندنا كذلك إن شاء الله تصدر في الأيام القليلة القادمة أغنية مميزة للمهرجان وهي من كلمات الدكتور خليل قويعة وتلحين الفنان من صفاقس محمد العود، فبهذا معناها تكون هوية ثقافية كاملة للمهرجان. بالنسبة للمشاركات اخترنا باش يكونوا خاصة مشاركات من الفنانين الذين شاركوا في أغلب الدورات سبقتنا السابقة، فعنا من الجزائر، عنا من المغرب، من سوريا، لبنان، العراق،
السعودية، الكويت، عندنا من فرنسا، عندنا من إسبانيا، هناك من جزيرة الموريس، من محيط الهند يجي حتى المحرس باش يشارك، وديما شادد صحيح الأستاذ دوزوا باش يشارك معنا. فالمشاركات هذه معناها كما قلت لك اخترناها من المشاركات اللي سبقوا شاركوا قبل، ولكن هنا من سيناء جداد الشباب، فأغلب المشاركات التونسية في هذه الدورة هي مشاركات من الشباب، وهكذا يتم معناها التواصل ما بين القديم والجديد. الدورة أشرف على افتتاح الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية، شنو رد فعل الوزارة؟ فماش أفاق في خاصة حلم مدينة المحرس كونه متحف لضم الأعمال اللي خليوها الفنانين بعد كل دورة، شنو الجديد سي إسماعيل في هذا الاتجاه؟ الجديد كما قلت سيادتك أن سيد الوزير زار المحرس، وخاصة زار حديقة الفنون اللي هي تمسح تقريبا 3 هكتارات، وكما تعرف سيادتك السيد الوزير مهتم جدا بساحات الفنون في مختلف المدن التونسية. مدينة المحرس كانت سباقة في هذا الاتجاه الحقيقة. وسيد الوزير احنا سبقناك ب 30 سنة، وماهيش ساحة برك، راهي فضاء يمسح 3 هكتارات، وفيه تقريبا تو 68 عمل. إنجاز العمل سهل، ولكن بعدين الصيانة والترميم والعناية به صعب جدا، فطلبنا من سيادته باش يتلفت للحديقة هذه، وكذلك حي الفنانين، لأن من الصعوبات الكبيرة اللي لقيناها السنة هي الإقامة. لو كان عندنا إقامة، محل الإقامة، كانت معناها الدورة تمر بأحسن حال. ان شاء الله نقولوا معناها نلقاو اذان صاغيه، وان شاء الله نمر في يوم من الايام للانجاز. يعطيك الصحه سي اسماعيل، باش يتواصل اللقاء. المهرجان صحيح هو مختص في الفنون التشكيليه، لكنه منفتح على باقي الفنون، فما مجموعه من الشباب اللي باش ياثونا هذا البث المباشر الحي من خلال وصله موسيقيه. مرحبا بك، تعرفوا عليك. هذه الفرقه من تابع دار الثقافه، سي الاستاذ حافظ لوحيش، وباش نقدموا ان شاء الله حاجه مزيانه. كيفاش كانت فتره المهرجان بالنسبه لكم انتم ابناء المحرس؟ ممتعه جدا، وتسنح لنا الفرصه ان نتعرفوا على الاجانب اللي يجي، ونتبادلوا برشا حاجات، ومزيانه برشا. بالنسبه ليك عندك في العائله شكون يعيش لبرا وجاي في الفتره هذه؟ لا عندي خالي ما جاش السنه، العاده يجي معناها. العاده يحرصوا ابناء المهاجرين كونهم يجيوا في فتره المهرجان هكا؟ بيانسور اي بيانسور، باش يبدلوا الجو، أمبيونس جديدة على عليهم هما كمتغربين. أجواء كبيرة. إذا نخليكم توا من خلال هذه المصافحة الأولى انطلاقا من مدينة المحرس، عاصمة من عواصم عودة المهاجرين، عاصمة الفنون التشكيلية، من خلال هذه الوصلة الموسيقية. تفضلوا.
شكرا لك وديع، تحيه لكل اهل المحرس اللي تابعوا فينا مباشره على الوطنيه الاولى من المحرس وشول لياسمين حمامات. واليوم باش نحكيو معرض الصناعات التقليديه في ياسمين حمامات في دورته الاولى، برشا حاجات تنتظر فيكم ان شاء الله ابتداء من نهار 27 حتى 7 اوت ان شاء الله. اكثر تفاصيل قبل كل شيء رحب كالعاده برجل عيدي. اهلا وسهلا رجل، مرحبا بك، كلنا نورتنا. ورحب مدام امال قديش مندوبه السياحه بياسمين حمامات. صباحك نور امال، نورتنا، مرحبا بك. مرحبا. رجاء قبل ما نمشيو للاكشواليتي خلينا نمشيو للروبورتاج الخاص بالمهنيين المختصين في فنون الطاوله. نشوفوا الروبورتاج هذا بدار الصناعه التقليديه، دار الصناعه التقليديه بالدندان. شوفوا الروبورتاج ثم نواصل، تفضل. التظاهرة هذه نتاع بتونسي هي تظاهرة جديدة ونسبيا لدينا نحن خارقة العادة، لأن المعرض اللي تعدى السنة الفارطة كان ناجح 100%. إن شاء الله السنة يكون نفس النجاح ونفس الاجتهاد للحرفيين الكل، بحيث احنا في تحضيرات كبيرة برشا في القرية الحرفية بالدندان اللي هي مقر تقريبا من أحسن الحرفيين المتواجدين على الساحة الوطنية. هناك تنوع في المعروضات، هناك أشياء جديدة تعرض لأول مرة. احنا بالنسبة لنا نحن إن شاء الله قاعدين نحضروا في إن بيل كوليكسيون بور لارد لا تابل اي نحاس المطروق والمطلي في بالقرية الحرفية بالدندان. وبالنسبة للتسويق الداخلي كيف كيف، عندنا أشياء معناتها اللي هو التونسي يجم يعتمد عليها في الفضاء الداخلي، في داره، في مكتبه، في الشركة نتاعو. وهذا أنا اللح عليه برشا، لأن التونسي راهو خلينا نعملوا كما يعملوا المغاربة، يستعملوا الصناعة التقليدية نتاعهم 100% في حياتهم اليومية وفي حتى في الفضاءات. فهمني، ما ثماش نزل في المغرب ما يكونش 100% تزويق مغربي. احنا انا نلح على المهندسين سيرتو المهندسين الداخليين اللي هما يلتفتوا يدوروا يجيونا، مرحبا بهم في القرية يزورونا. عندنا افكار، عندنا ما نجموا نضيفوا للفضاءات الداخليه التونسيه. علاش نقعدوا نستعملوا شنوا وما نعرفش تركي وما نعرفش كيفاش؟ هي اشياء ما تدومش. احنا شوف الصناعه التقليديه نتاعنا عندها 200 و300 و400 سنه كي تخرج كنوز. عندنا كنوز اللي هي راهي امشي من الجنوب للشمال، من خزف سجنان للمرقوم نتاع وذرف ولا نتاع تطاوين ولا التيساج نتاع قفصه، راهو معناتها شوف الحدادين في صفاقس، شوف في كل بقعة عندنا مخزون تراثي رائع. بلال الفقي، اختصاص خشب زيتون. خشب زيتون معناتها عندنا يتقسم الى قسمين، يعني قسم كل ما هو فنون طاوله وكل ما هو تحف. قرينا حساب الناس كل، يعني للصغير للكبير،
فهمتني للراجل للمراه معناتها اللي يجي للورشه هذه يلقى معناتها كل حاجيات معناتها فهمني من الصغير للخشين للمتوسط فهمني فما الزوار الجاليه نتاعنا اللي مشترجه الارض الوطن الارض الوطن تجي تلقى حاجه تونسيه 100% معناتها حاجه تونسيه معناتها اسعار مدروسه الاسعار مدروسه طبعا اسعار مدروسه ونزيد معناتها نخدموا حاجه معناتها حاجه متميزه معناتها حاجه اصليه تونسي ديما نجيو للقريه الحرفيه في الدندان خاطر الصناعه التقليديه قاعده شويه شويه تنقص ما عادش فما اهتمام كبير بها دونك جبت معايا زائره من امريكا باش تاخذ فكره على تونس وشنو هو قيمه الصناعه التقليديه في تونس. Being from America, it's nice to see all of this still happening here. The history and all the people working together to keep it alive. As the years get older and older, it's nice to still see all of this. I don't see in America. So for me, it's a blessing to see all the people working together to keep history alive in Tunisia. قلت لكم معني هي فرحانة برشا اللي جات للمكان هذا خاطر في أمريكا ما عندهمش يعني الصناعة هذه ما عندهمش باليد ما عندهمش وفي نفس الوقت يعني فرحانة اللي في اهتمام بالموروث هذا في تونس يعني نحن ديجا جايين هنا باش نشتريوا حاجات. تقول للزوار صفة عامة على القرية الحرفية بالدندان لازم يجيو زوروها ولازم يجيو يشوفوا ثم برشا حاجات حلوة برشا حاجات مرحبا بكم مرة أخرى. خليني رحب ضيفي كذلك التحق بنا الآن سيد أحمد السوسي حرفي في الفخار. أهلا وسهلا مرحبا بك سيد أحمد. حرفي شاب حرفي شاب أي مرحبا بك. أحلى نسانيو في سيد أحمد. سيد أحمد صحيح أيه. راجل كبير دخلنا واحد جهن صغير أخذ المهنة نعرف أخذ المهنة على الوالد أي, أي, أي مرحبا بك نورتنا دونك نمشيو لاكتواليتي راجي ثم ندخلوا التفاصيل تفضل. كيما رينا الروبورتاج توا قاعدين نحضروا بشوي بشوي بشرهوا الناس لي بو برودوي كي او فيلاج ارتيزانال ثم ايام لي جورني ديكسيبسيون بتونسي اللي باش ينطلقوا يوم 4 اوت المقبل دونك سافا اتخ دي ويكاند. المحور الاول سافا اتخ لاغ دو لا تاب عليك حبينا خصصنا شويه روبورتاج نتاعنا باش نعرفوا بالحرفيين المنتصبين بصفه دائمه في دار الصناعه التقليديه. نقول مرحبا بكم في المعرض هذا تولي ويكاند بوندون طول لو موادوت تم تنظيمه لي جورني ديكسيبسيون كي يقولوا ديكسيبسيون معناتها يوغا غيرمون ديكسيبسيون دو تو بوان دو فيو في الاخراج في المنتوج اللي تم اختياره بصفه فريمون تخي بريسيز. وهذا توجه جديد ياخذ الديوان الوطني للصناعه التقليديه والشركاء اللي نخدموا معاهم احنا كبيتونسي في اطار شراكه مع جمعيه حرفي دار الصناعه التقليديه بالدندان اللي هي ولات قطب للصناعه التقليديه والناس ولاو يعرفوها وهذه الدوره الثانيه نخليو الناس يكتشفوا ان شاء الله خلال المعرض هذا. من جهه اخرى ديما الجاليه نتاعنا في الخارج بون المعارض نحكيو على المعارض بتونس باش كي يروح الارض الوطن يلقاو فين يشريو منتوج الصناعات التقليديه ولكن بصفه خاصه مؤخرا يوم 17 جويلية تم افتتاح فضاء اسمه مزيانه كان بايطاليا ببادره من طرف زوز نسات توانسه واحده مقيمه بتونس واحده مقيمه بسيسيليا ببالير بصفه خاصه. المعرض الفضاء هذا سي اون فيترين دو لارتيزانا اون نوفيل فيترين دو لارتيزانا ان شورو و اون فون دو بو برودوي
On a quelques visuels, j'espère qu'on va pouvoir les voir. بشوف نوعية المنتوج، هي دو تيساج، هي لارغ دو لا تابل، هي كل ما هو منتوج خاص بتزويق البيت. دونك اليزي بور سو الجاليه نتاعنا خارج ارض الوطن. نشوفوا دوما بعض الصور. هما بعض الصور من الفضاء. دونك رحبوا بالفضاء ونقولوا فريمون برافو للنساء هذوما اللي بادروا بفتح الفضاء هذايا. اون نوفيل فيترين دو لارتيزانا ساجوت او بلان انترناسيونال وبصفه معناتها خاصه بايطاليا. برافو برافو. ونرحبوا بضيوفنا ونرحبوا بامان. مرحبا بك كمان مره اخرى مندوبه السياحه بحمامات ياسمين حمامات. ونحكيوا على المعرض الصناعات التقليديه، احنا تعودنا به ديما في نابل. اليوم القاوه تنقل، مشى لياسمين حمامات، مشى للتوريست، مشى لجاليتنا التونسيه اللي هي مروحه، مشى للناس الكل. فضاء جميل ياسمين حمامات، البلاصه الجميله ياسر معناها في تونس. المعرض ان شاء الله يبدا نهار 27 حتى 7 اود. احكي لنا على المعرض التفاصيل وديرته الكل. هي الفكره، مرحبا بكم بالمشاهدين الكل. الفكره هي جات من مندوبيه الصناعه التقليديه بنابل ومندوبيه مندوبيه السياحه حمامات ياسمين، واللي تبنتها الديوان الوطني الصناعة التقليدية والديوان الوطني للسياحة وسهروا على تنفيذ المشروع هذايا. هي هو معرض في دورته الأولى، معرض الصناعة التقليدية باش ينطلق يوم 27 جويليا، وستشرف على افتتاح السيدة وزيرة السياحة ويتواصل حتى 7 أوت. بون احنا حبينا في إطار 10 أيام في إطار استراتيجي اللي عملتها وزارة السياحة، هي تقريب المنتوج الحرفيين الى السائح، الى الجاليه، الى الجزائريين، السواح الجزائريين، السواح العرب، ليزوروبيان والتونسي وجاليتنا في الخارج. هذا كيف تجي مرحبا بها. نحبوا نقربوا لهم لو برودوي ارتيزانال، ونحبوا زاد معناتها اون انغيشي لو برودوي توريستيك بالبرودوي ارتيزانال، ونوريوا للسائح التونسي، السائح الاجنبي والتونسي شنو عندنا وشنو الابتكارات وشنو معناتها باش نقربوا توسكي في ما توسكي توسكي في ما. نحبوهم يستهلكوا التونسي، نشوفوا الجماليه نتاع بعض المعروضات، خاطر السائح راهو متعطش يحب التراث التونسي، يحب يشوف دو كويس يجي. دونك احنا في عوض اللي باش يدور تونس الكل باش نجيبوا له تونس التراث التونسي والصناعه التقليديه في المعرض هذايا، خاصه وانه يمثل 18 ولايه. عندنا 80 عارض، عندنا 35 من عارض من الوطن القبلي، والبقيه الكل من داخل الجمهوريه من المناطق السياحيه والمناطق الداخليه والكل. حبيناهم يجيوا ووفرنا لهم حتى المناطق الداخليه والسياحيه الاخرى السكن في سنتر كركوان اللي هو معناتها شريك معنا سنتر كركوان للفورماسيون بروفيسيونيل توريستيك. وعندنا زاده وزاره الثقافه هي باش تطعنا باحياء سهرات ديورون توت لا بيريود. فما حاجات على هامش عندنا شباب هوات، عندنا لي سولو هذوما نتاع الجيتار، عندنا القانون. معناتها نحبوا السائح كي تلقاه يدور في المعرض يسمع الموسيقى مستخبه باش يسو كونسونتر سوغ لو برودوي وتلقى عنده فن تونسي. نقول السياح التوانسه والاجانب والمصطفي، نعرفوا اللي اسمي الحمامات قطب سياحي هام، شكون ما يمشيلوش في الصيف يمشي بور لا جورني. دونك احنا نستدعيو الناس نقولوا لهم يجيو ميم بور لا جورني منكم تكتشفوا الصناعات التقليديه المتميزه. راهو ميم لي برودوي لي زارتيزون كي اونت ايتي سيليكسيوني حسب لا سيبل نتاع الناس اللي باش يجيو غاديكا توانسه وغير توانسه والجاليه نتاعنا العايده لارض الوطن باش يجيو يتفرهدوا باش يجيو يكتشفوا الموروث الحضاري باش يكتشفوا خصوصيات المنتوج نتاعنا ويجيو ارتيزانا ويتفرهدوا اون ميم طون بيسكي فاي افواغ افيكتيفمون توت ان بروغرام كولتوريل كي فا اكومباني. اللي نحب نركز على حاجه لو تسمع عماد، توجه جديد واستراتيجيه جديده اللي اتخذتها وزاره السياحه والصناعه التقليديه هو مزيد تقريب وتقارب الصناعه التقليديه مع السياحه، مزيد ادراج منتوج الصناعات التقليديه في ترويج الصوره السياحيه. توا توجه من بين من بخلاف المعارض هذه كما تو معرض ياسمين هو في الدوره الاولى، توا في المعارض السياحيه ولينا نقاو المنتوج التقليدي المتميز المبتكري. سي با سولمون مرحبا بالحرفيين اللي يعملوا لا ديمونستراسيون، وليتو ولينا وهذه في اطار شراكه بين ديوان الصناعه التقليديه وديوان السياحه بتوجهات وزاره السياحه والصناعه التقليديه، ولينا نوريو وننميو الصوره المتميزه لمنتوج الصناعات التقليديه اللي هو عديد
المنتوجات والخصوصيات معروفة بها مختلف الجهات، وهذه ظهلي فكرة باهية برشا، وشكرا للاستراتيجية. في هذا الإطار احنا عملنا لجنة مشتركة بين ديوان الوطني للسياحة وديوان الوطني للصناعة التقليدية باش اخترنا قلنا سيليكسيوني المنتوج الجيد باش يكون اكسبوزي، باش تكون ايماج باهية، ويكون السائح معناتها فما اونتونت بين السائح والعارض، وتلقى فما حاجات ارتستيك وحتى الشانج وتكامل حتى اللي بث ثقافة الصناعة التقليدية كي يجي ينشد. فوالا والهدف زاد انا معناتها الفكرة كيف جاتني راهو الهدف زاد باش نقرب لارتيزان من الارتيزان الموجودين اللي باش يبيعوا ونقرب لهم معناتها لارتيزان باش يشريوا من عنده ويبيعوا للسائح. مجالات تكامل وشراكة بينات بعضها. باهي فهمي العابدين نلقاوهم في المعرض، نلقاو سيد أحمد حاضر في المعرض كيف بالمنتوج هذايا منتوج الفخار اللي نعرفوه هنا بالمتميزة به هنا، لكن أنت عندك خصوصية معينة في الفخار. قبل كل شيء خلينا نتعرف عليك أكثر، وراثة الحكاية في العائلة. وراثة الحكاية أنا ملي أنا صغير تربيت في الفخار، قمت احنا نابلي هذه لك الاكسون نتاعنا حتى بر الاكسون ديالنا شو هالفبلاجي هويات لا مستحيل امامي كل بلاد عندها الاكسون نتاعها، في نابل الاكسون نتاعنا سبيسيال معناها في الكابون اون جينيرال. انا خلقت نلقى الاتولي مع جنب الدار، نروح من القرايه نروح في الاتولي معناتها حاجه رعرعت فيه وكبر حاجه روحيه فيا ولا تخلقت وتربيت في السيراميك معناتها والطين ملي انا صغير وبذاك كبر فيا غرام وحبيت الخدمه هذه وسرقت الصنعه الصحيحه معناها وطورها. تعلمت على الوالد، والد مجلول تحيه بالمناسبه اسمه الوالد اسمه الهادي السوسي معروف عاد عرسه في معروف هو ولد ديوان القومي الساعه التقليديه وتعلم في الديوان القومي الساعه التقليديه معروف بالكدا على المستوى. بعد طورنا بفضل تاطير من الديوان القومي الساعه التقليديه، طورنا وشاركنا في برشا تظاهرات بالخارج وقعد نتبعوا معناتها في الطوندونس كما نقولوا الخارجه لتحديث المنتوج وجعله يواكب متطلبات العصر. يواكب متطلبات الخصوصية تو في البرودوي هذايا تو نشوفوا فيه مثلا الحاجات المعروضة قدامنا شنو هذايا شنو أنا حبوا يحكي لنا على لي دو بلا هذوما محلاهم زوز طنجرات العربي نقولوا احنا نساء ني تخي سنسيبل ساعة نسيت هذوكا بس فيهم خصوصية احكي لنا عليها. هذوما طين خاص قابل للحرارة باتافو هكا تسميوها معناتها يتحط على النار. باتافو هو طين يستحمل درجات كبيره من الحراره تقدر تحطه معناتها على النار تطيب فيه طيب فيه كوانين وصحي صحي 100% كما كان قبل راجي طيب قبل تجين وعملوا تجين احنا ديجا بنجم نصدروا فيه تو 70% من الانتاج نتاعنا تصدير. اي فين نتصدروا؟ نصدروا لاوروبا، نصدروا لامريكا، نصدروا للخليج. كيف يعرفوا قيمه المنتوج نتاعنا اكثر منا صدقني يعرفوا كيفاش يحبوا يستعملوه زاد خاطر كيما معناتها صحي عندهم صحي فهمت علاش تو مثل المعارض مش يقاموا تو في ياسمين الحمامات سافا فيغ ديكوفغيغ ناس يجيو. انا ريت في الروبورتاج صدفه يا في زايره من امريكا قالت كنتم فوز افي لا شانس دافواغ ان سافواغ فيغ اللي هما ما عندهمش دونك هي ايبلوي راهي نهارتها تشوف هيك البوا دوليفي ايبلوي باغ نوتر ارتيزان البرودوي الي تونيزيان وناتورال ناتورال اي كل هذا هما يشوفوا الناتورال اكثر معناتها هما ما عندهمش لو في ما اي بي سا كوت تري شير اون بليس شيزو المنتوج نتاعنا احنا يستمر رخيص برشا بالنسبه للكونكيرونسيال بالكدا مقارنه بالمنتوج الموجود في اوروبا ولا المنتوج الموجود في بالدرجه تشابه مش بالدرجه بتاعنا خاطر احنا تو ولينا بدرجه عاليه المنتوج بتاعنا وفي فينيسيون وحاجه ممتازه معناتها تو كي تقارنها بمنتوجات نتاع بلدان اخرى معناتها حاجه خارقه للعاده وش خلانا لقينا قبال خاطر المنتوج بتاعنا السعر ديما ارخص من المنتوجات المنافسه حتى الديزاين نتاعنا وحده هكا هو يحبوا يحكي لنا على هذول مشارك في البروجي كلوستر. بروجي كلوستر كلوستر عاوننا برشا ديجا يجيب لنا في تاطير اللي فيه ديزاين عطاه ديزاين جديد دي ديزاينر انترناسيونال تونيزيان يعاونوا فينا يعطيوا فينا معناتها بتاطير من المندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه بنابل باهي بالكلوستر عاوننا
في كما نقولوا احنا التوندونس الخارجيه تو الحاجه الديزاين هو الديزاين جوستومون الديزاين خارجيه شويه ديما العصر وكيف كي تسافر برا في المعارف تو البرا فما اقبال تونسي اكثر ولا حتى الاوروبي اجنبي اجنبي اكثر هما يفون بوكو سور لي سالون انترناسيونو بروفيسيونيل دونك يمشي يقول للشركاء الناس الحرفيه نتاعي سي دي بروفيسيونيل بور باسي كوموند اي سي سكي على هيك يولي مصدر سي كوم سا كي يولي مصدر انا شاركت في البروفيسيونيل اللي فيهم الاكسبو كاوف شاركت زاد اللي فيهم لي فونت لي فونت ديريكت اوسي ديرنيير مو شاركت في فوار دو ستراسبورغ مع الدول القوميه التقليديه ما شاء الله معناتها قبل بنهارين من انتهاء المعرض فات البرودوي ما شاء الله قبل كبير برشا انا بهت زاده في الاسعار بالحق في المتناول واكثر من المتناول معناها حاجه صحيه وبيو وزمنيه ونلقى في الاسعار هكا معناها بالحق حاجه تعمل كيف تو مثلا عطيتي تتراوح ما بين وبين اسعار قداش بين ال 15 دينار و 20 دينار معناها شوف نابورت كل حاجه اخرى برا شوف قداش اي الاسعار غلاق احنا الصحي ما تكملكش جمعه وتخزز وتقشر والدنيا الكل هذه ميم بريزونتي سور اون تابل حلوه برشا مزيانه برشا ارتستيك ارتستيك اي حاجه حلوه برشا ونمشيخ عليها اي بي سي يوتيليتير وديما تقعد فيها صلاه اليد هي مخدومه باليد معناتها بالبنسو بالطور باليد انتم في الورشه نتاعكم بالضبط في بن خيار احنا في بن خيار عندكم باش فيسبوك حاجه باش مو الناس كان شو مكتوب شو بوتري احمد بوتري احمد بوتري احمد يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه امين خلينا نختم معاك ان كان فما اضافه تحب تقدمها اي الوغ المعرض هو في فضاء مارينا حمامات مارينا بور دو بليزونس من الساعه 1 بعد الزوال الى الساعه واحدة ليلا صيفي سوز انتربسيون صيفي مفتوح للعموم غراتويتمون اونتري غراتويت للتوانسه وللجاليه وللسواح الكل احنا كما تفضلت مدام رجاء انت قلت اللي في لي فوار ولينا نحطوا لي برودوي ارتيزانال ما خليناهمش يشوفوهم كان في لي فوار لبرا حابين نجيبوا لهم الارتيزانا باش تكتمل الصوره عند السائح ويجي يشري شنو يحب وتلقى الشواء برشا شواء اون باغالي في عروض فنيه بيان سور اون باغالي في الليل تلقى ابارتيغ دو 20 تلقى عروض فنيه كل ليله نوع اخر معناتها فما تنوع اون كولابوراسيون مع الاداره الجهويه للثقافه بنابل ونشكر زاد السلطات الجهويه اللي عاونونا برشا نشكر زاد سي محمد مديمغ المندوب الجهوي للصناعه التقليديه اللي معناتها فريمون عمل مجهود خاص ونشكر زاد السيده وزيره السياحه على المجهود اللي تعمل فيه معنا وتدعم في الصناعه التقليديه ان شاء الله بالتوفيق يعطيكم الصحه مال ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله كاميرا اهل تونس تكون حاضره ان شاء الله في الافتتاح بقدره ربي الرجاء شكرا ليك سيد احمد نورتنا تحيه ليك يعطيك الصحه وبارك الله فيكم اذا باش نواصلوا بعد قليل مع ضيوفنا نمشيو لكليب الفنانه التونسيه مروى قريعه في الكليب جديد انساني مروى بنت الفنان القدير والاستاذ لسعد قريعه والفنانه نورا امين مروى اللي ماشيه على خطى ثابته اللي عملت اسم في العالم العربي اضافه الى تونس مروى اللي طالعه خطوه خطوه صوت جميل حضور جميل برشا وشوفوها في الكليب الجديد الف مبروك لمروى قريعه تفضل فكر في انساني انت واحد اناني يا سي ما صبرت معك نعاني 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 عديت سنين نعاني حبك المر سقاني ما عاد نحب نراك انساني 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 لا تفكر في
ألف مبروك الفنانة مروة قريعة، يعطيك الصحة مروة، فنانة جميلة برشا ونحبها برشا مروة، تحية كبيرة ليك. للا مازلنا باش نواصلوا مع الفن والموسيقى، وباش نواصل الحاضر معنا دي جي وليد تليلي. أهلا وسهلا، مرحبا بك وليد. مرحبا دي جي وبروديوسر وبرشا حاجات، كومبوزيتور برشا حاجات. وين خلينا نتعرفوا عليك أكثر، نتعرفوا على المجال اللي تخدم فيه هذا؟ وليد تليلي، عمري 21 سنة، عندي بسيدونيم جير ماركسيون، يعرفوني العباد سور لي ريزو سوسيو الكل يعرفوني. نخدم موزيكا توسكي الكترونيك، تيك هاوس، ترانس، ديب، حاجات هذوما نتاع اللي تبعهم لي جون تو طالعين برشا. قداش عندك في الميدان هذايا؟ بون انا عندي 6 سنين، عديت منهم 3 سنين نتعلم. 6 سنين وانت عمرك 21 سنه؟ اي 6 سنين مغروم معناها مغروم من قبل. عديت 3 سنين منهم نتعلم بحكم مانيش قاري كونسرفاتوار ومانيش قاري موسيقى. خذيت برشا وقت باش نتعلم، انه نفركس كيفاش تخدم هذه كيفاش تخدم هذه. تبعت برشا عباد وخذيت منهم. كيفاش كان الغرام من الاول؟ كيفاش بدا معك الغرام؟ الغرام بدا كي نسمع برشا. تحب الموسيقى؟ نحب برشا موسيقى، نسمع كل شيء، نسمع الاذواق الكل، مانيش مربوط بحاجه واحده. حبيت نجرب كيما الناس كل حاجه مغروم. حبيت نجرب، دخلت على الانترنت كيما الناس كل، كيفاش تخدم هذه كيفاش تعمل هذه. كانت لي حاجه بيه على الاخر، وتعلمت وما زلت نتعلم، وان شاء الله فما برشا حاجه جديده. وليد توك شو اللي واحد دي جي فيها قرايه، فيها علم، فيها اكيد اكيد، ولا جوست كغرام وكهو؟ هي كي تبدا عندك غرام تبدا عندك افونتاج اكثر. اما جوست فما قرايه، فما قرايه برشا قرايه. هذه علقنا عليها، هذه غنيتي جديده لفوكاليستا، باش تعدى كمان برومو على الوطنيه واحد. حاجه جديده، ميلونج ما بين التيك والترانس، بالنسبه للعباد ما يعرفوش التيك. موسيقى باهيه برشا، ضاربه توا في تونس، اسمعوها برشا عباد، حاجه تفرح. معناها كي تاخذ معناها ما بين الميوزيك فما خدمه كامله، معناها تخدم فما خدمه هكا كامله، من الكومبوزيسيون للميكساج للماسترينج لكل شيء. نخدمهم وحدي. معناها حاجات صعاب شويه، ومن الاول نشوفهم العباد حاجه بيزار، كيفاش تخدم هذه كيفاش تعمل هذه. اما بعد يستانسوا بها، معناها حاجه مش معروفه برشا في تونس. واحنا كوم لي جون ديما نحبوا نعرفوا بحاجات جدد. عندنا برشا طاقات ونحبوا نخرجوهم للعباد ونحبوا نسمعوا برشا حاجات. القرايه كيفاش تكون وليد تو في الدومين هذا؟ على قد ما تبدا، معناها عندك اكسبيريونس، تبدا قاري كونسيرفاتوار ولا حاجه، بيانو ولا جيتار ولا حاجه. تبدا عندك لافونتاج باش تكومبوزي مخي، فهمتني؟ ابار هذاك كوتي تكنيك، معناها في كوتي ميكساج ويحكي تقرا، فما برشا ديزاكاديمي في تونس يقريو، تاخذ فيهم دي ديبلوم وتعمل دي فورماسيون، يعاونوك برشا في كل شيء، كوتي قرايه، كوتي خدمه نهار اخر، ايفينمونات، كل شيء تنجم. وكآلات شنو تستحق في الخدمه هذيا؟ والله توا جينيرالمون كل شيء فيرتويال. كل شيء فيرتويال. كل شيء فيرتويال، عندي بي سي، معناها نصب دي بروجرام، نجرب هذه. والدنيا معناها ما عادش كي قبل، معناها تو مش كي قبل، معناها نستحقوا برشا آلات تجيب هذه أعزف هذه. تو كل شيء ولا تاخذ من هوني من هوني وتعمل الخدمه نتاعك. كل شيء كل شيء، معناها كل شيء بالبي سي، ما عندي استوديو، جوست بي سي، نخدم كيما الناس الكل. بروجرام ساكوت با معناها؟ لا ساكوت، اما ساكوت. بالنسبه لنا نحن خاطرنا احنا عندنا ما عندناش معناها لوتيليتي باش نشريو بروجرامات غاليين برشا، نوليو نباتشيوهم معناها ولا نخدمو مع الزمان. تحايل بلغتنا احنا معناها هكا. اما معناها نخدم عند فلان كيفاش هذه كيفاش هذه، ونخدموا موسيقى هكا غرانا موسيقى نحن. تو وين تخدم؟ قاعد تخدم بها الموسيقى هذيا اللي قاعد؟ والله تو جينيرالمون مازلت كي تعديت، ما عنديش شهر في جيست ميكس في راديو المانيه، خاطر يام انيفرسير، تعديت جيست ميكس، عديت موسيقى حلوه ياسر. ما هما عرب ما يعرفوش، هما معناها المان ما يعرفوش الكوتي اورينتال نتاعنا، ركزت على الكوتي اورينتال، الاغنيه موسيقى عجبتهم برشا، تعديت ساعه حاجه باهيه. كيفاش عرفوك؟ عيطوا لك؟ كيفاش عيطوا لك؟ انت قدمت ولا هما بعثوا لك؟ لا والله هو صاحبي من المانيا عنده راديو شو هذيلا، وجعل حاجه جديده كلمني، قلت له كيما فما حتى مشكل ما تقلقنيش. كانت الاكسبيريونس لي انا وعجبتهم برشا غادي، وسمعونا سمعوني اصحابي من تونس، نوجه لهم تحيه الناس الكل ديما واقفين معايا، سيرتو امي وبابا، كي نبدا نعمل الاغنيه جديده اول عباد نسامح لهم هما. وهذاك في تونس كيف تعمل في ليغالا، تعمل في خاطر الستيل هذا نتاع الاغنيات عنده اطار معين نتاع الاغاني في الفستيفال الالكترونيك. مازلت ان شاء الله قاعد نخدم ونعمل في دي كونتاكت باش
مثلا نسمع موسيقتي خاطر عندنا دي سواري كبار فما دي سواري مازال كي تعدى الفير جراوند الجمعه هذه حاجه باهية برشا لي فيمير زاده وان شاء الله عاش يجيبوا من برا على القليله لا يجيبوا برشا عملنا كوارث من برا على القليله ولاد بلاد في بالك معناها شهر سهل دونك هو راهو كي تجي تشوف هو وقتها ما في بالوش بال تيزيني بربي يا لا والله ما في بالي تيزيني كان احنا عملنا الغلطه هذيك راهي الدنيا قامت وقعت تيزيني هو 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 في باله حاجه باهية حاجه جديده كي العباد يمشي يفرح ما في بالوش هو معناها صدقني لا والله بون كل واحد هي الله غالب غلطه وصارت وان شاء الله ما تعاودش تعلمنا منها وان شاء الله انت تونس باش تعمل هيك في البلاد تحترم حاجات معينه هكا ولا يعطيك الصحه دونك فوالا فما دي ليميت واحد ما ينجمش يديباسيهم يا خويا ولد بلادي ويخرج لبرا خير ما يجيبوا من البراني احنا عندك حق هما ديما البرا معناها كي يجيبوا عبد من برا وكالعباد باش تجي ونعرفوا هذايا وعلى قد ما يبدا معروف على قد ما تزيد معناها الاقبال عليه اكثر فهمني يعطيك الصحه اخويا نورتنا النوع هذه نختم الموسيقى تو انت تحضرها خدمه تسجلها تحافظ عليها فوالا لا 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 نحكي في حقوق المؤلفين حاجه والله ما زلت تو دروا دوتور ما زلت ان شاء الله هما اللي دروا دوتور يتلاقوا بهم لي لابيل لي ديسك لي ميزون دريكتور هما اللي يتلاقوا بهم هذوما حاجه انا جست نخدم موسيقى ونصحح حتى نعلمك انه لي دي جي كبار واكيد انك تعرف انت اللي في العالم عندهم عندهم عبادي بيراتيو سبيسياليتي يدخلوا للي جون اللي في بلايس وياخذوا موجودين ويردها موسيقى كبيره يجيك الخدمه مش نتاعو ويردها نتاعو جست يبدل اسمي نجم حتى يشريها يعطيك الصحه يشريها تحت الطاوله كما يعطيك الصحه تبدل معناها وليد نورتنا بون كوراج ان شاء الله يكون نتعامل معاك ان شاء الله علاش لا نورتنا خويا مرحبا بيك مرحبا تحيه ليك وليدة ليلي نمشيو مره اخرى للمحرز مع زميلنا وديع برحومه مباشره من المحرز كلمه ليك وديع إذن يتواصل اللقاء انطلاقا من مدينة المحرس عاصمة الفنون التشكيلية خمس سنوات على رحيل الفنان يوسف الرقيق أب هذا المهرجان ومؤسس المهرجان الدولي للفنون التشكيلية معنا سي رؤوف بن عمر اللي هو من أصدقاء الفقيد واليوم هذا الصباح قدم شهادة على علاقته بيوسف الرقيق على علاقته بمدينة المحرس على علاقته بالمهرجان الدولي للفنون التشكيلية مرحبا بك سي رؤوف يعيشك ومرحبا بكم الكل حاجة على الرغم من الطقس السخانة كبيرة في مدينة المحرس لكن تحاولت لتقديم شهادة بعد خمس سنوات على فقدان الراحل الفقيد يوسف الرقيق بالطبيعة خاطر كما حكينا قبل وكما حتى الرسالة اللي وجهها رجا فرحات وقريتها للحاضرين وقت لي يوسف الرقيق في تونس قال باش نعمل مهرجان الفنون التشكيلية في المحرس أثار الضحك والكلنا كنا نسخيبوه يحلم معناتها ولكن اللي بينت لهم هو كونه كانت عنده إرادة اللي خليته قام بهالمهرجان ونجح المهرجان والدليل كونه مهرجان ناجح هذه دورته الثلاثين وأجمل ما تشوف في هالمهرجان هما هالأطفال اللي كلهم اكتشفوا الفنون التشكيلية وهما في المدرسة الابتدائية خاطر فما ورشات تقع في المدرسة الابتدائية في الأقسام والأطفال يأطروهم رسامين معروفين اللي جيوا من الخارج ومن جميع بلدان منطقة تقريبا من الخمسة قارات على كل يعني حال مدارس تشكيلية مختلفة تشكيلية فيكتشف الطفل مواهبه وفيهم أعتقد اللي منطقة واصلوا المسيرة في الرسم هذا هو الهدف من المهرجان وهذه هي العزيمة على خاطر تقريبا المهرجان تأسس بدون إمكانيات فهمتني ومعناتها يا ريت لو كان كل ولايه وكل معتمديه فهمتني وكل قريه يطلع فيها شاب كيما يوسف الرقيق وتكون عنده فكره معناها ويترجمها الى الواقع وكيك تولي معناتها كيما مدينه المحرس اليوم ولات مدينه الفنون التشكيليه خاطر كي تشوف الفراسك على الحيوط وكي تشوف على البحر هذا في الشارع يعني بي 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 في الهواء الطلق هذا كله ما يجيب كان الخير وما يضيف للشباب قلقر معناتها الانفتاح على كل اشكال الفنون وحاجه باهيه زاد لمهرجان المسرح ومهرجان المحرس للفنون التشكيليه البارح عرض فيلم اليوم امسيه شعريه فرقة موسيقية تبارك الله من الشباب لقاء الفنون نجم نقول لقاء الفنون والمدينة كلها بتحتفل بقلخر بالأعمار الكل موجودين من الكبار إلى الأطفال وهذه حاجة جميلة ياسر
يعطيك الصحة سي رؤوف، شكرا لك. كما قلت يعني الجالية التونسية المقيمة في المهجر هي حزام حقيقي للمهرجان. مرحبا بك مدام سهلة. بك يعيشك. نتعرف عليك أولا. سهلة بن زينة مقيمة في فرنسا. نعم. بالنسبة لكم موعد سنوي المهرجان وبرشا من جاليتنا المقيمة في المهجر تبرمج على أساس المهرجان باش يجيو الوليدات يلقاو ورشات مفتوحة، يلقاو أجواء كبيرة في مدينة المحرس. يشاركوا الأولاد في ليزاتولي، كتشوفها كتشوف ليزاتولي ديفيرون معناتها ديفيرون ريشيرش ارتستيك، فما برشا اون بلوس في اون بلان اير. والمهرجان عريق صافي 30 ans، وشنو الخاصيه نتاعو كونه معناتها المشاركين متنوعين، فما ناس عندهم تالون، فما ناس مبتدئين، ويوسف حس الفيبر هالفيبر الارتستيك نجم تقول، وبدا ملا بدا هو يتسمى بدا كبير، لكن قاعد متواصل برشا ثغرات وبرشا طلعات، اما معناتها متواصل وثابت. فرصة نحكي فين تعيش في فرنسا؟ في نوي سور سين. قداش عندك من عام في المهجر؟ اي باي عمر. وتو تحرصوا يعني بالنسبة لي كل صيف تجي وتعدي الكونجي تاعك؟ لازم في محرس، معناتها الزيارة سيرتو المحرس لازمة، مهما تكون بعد زيارات للجنوب ولا لتونس، أما لازم الرجوع إلى محرس لازم منها. والوليدات يستمتعوا بحضور الفنانين ما بيناتكم؟ فما متنوع، كان تشوفها تشوف فما معناتها ملتي كولتوريل، فما الارتستيك، فما النحت، فما ريبريزونتاسيون، فما لي ماجوريت، فما معناتها متنوع متكامل. وشو مدى اقبال الجاليه الصناعه على العوده للمحرس؟ فما يظهر لي انا معناتها ما زلت كي جيت، اما هو حسيت كانه فما معناتها قبل باهي مشجع. شو المساج اللي تقوله لجاليتنا المقيمه في المهجر للعوده الى تونس وقضاء العطله الصيفيه في تونس، وخاصه كما قلت انا في البدايه مدينه المحرس من المدن اللي تقريبا 50% مهاجرين. اي صحيح، وهما الدول المهاجرين سورتو يلزمهم يعرفوا صغارهم على الانشطه هذه وينميوها، وسورتو يتعرفوا على من خلالها ليزاتولي اون ابارونس سامبل، لكن هما بعد يكتشفوا التراث، يكتشفوا الاصاله، يكتشفوا يأثر على شخصيتهم وعلى ذوقهم. ويحتكوا والخاصيه بارزومبل، نشوفوا فما برشا فنانين عالميين يجيو خلاف ليزارتيست كيما سي عمر روبن عمر، وكل معناتها مهرجان معناتها فريمون قيم بالكدا. يعطيك الصحة مدام. جيبهم لي. نتعرف عليك، شنو الاسم؟ اسمي هبة. شو كل يوم تجي للورشات نتاع المهرجان؟ ايه ايه. شو احكي لي شنو تعلمت؟ شنو تعلمت؟ كيش نرسم، وما كنتش انا نعرف نرسم بالباهي، انا وليت نرسم بالباهي. يعني فرصة باهية للوليدات. ايه. عاملين جو. ايه. شو الاسم؟ اسمي حسين. كل يوم تجي للورشة وت ايه كل يوم. كل عام تشارك في المهرجان؟ ايه كل يوم كل عام. ايه. طيب شو تقول لاصحابك اللي يشوفونا اللي ما جاش للورشات باش يلتحق، مازالوا نهارين في المهرجان؟ العام الجاي ان شاء الله تجيو وتعلموا مع العباد. تعيش في تونس ولا برا ساعة؟ نعيش في تونس، مولود في فرنسا. مولود في فرنسا وتوليت في تونس؟ ايه، وعلمت العربية وعلمت عملت صحاب وعلمت عربي معهم. تعلمت اللغة العربية، شاركت في المدرسة اللي تعلم اللغة العربية؟ ايه في تونس. تو تونس ولا فرنسا؟ فرنسا. فرنسا. علاش؟ تونس تبقى بلادك عاد. بلادي اي بلادي تونس بلادي، ما نجمش معناتها ما نجيش فوالا. اي عندي فاميليات الكل هنا. شو الاسم؟ او شباب؟ اسمي ياسين. تماما انتوما ياسين. توا في الصيف تجيو تعديوا العطله نتاعكم في المحرس هكا؟ اي. شو تعلمت توا في الورشه هذه؟ كيفاش نرسم؟ كيفاش نخدموا بالجروب و لاميتي انتر نو ان ميم تان. عملت برشا صحاب وخذيت دي زادريس؟ ايه دي نيميرو دي كونتاكت فيسبوك وكل شيء. وتوا باهي الرسم بالنسبه ليك، معناها حتى كي تروح في القرايه نتاعك تلقى روحك تعلمت حاجه جديده هكا ولا؟ خير. اون بي باسي دي بون فاكونس غراس ا سا. و سي بور سا كو شو فيني ايسي اوسي. شنو يعجبك في المحرس ابار كونه تجيب احدى فامي؟ La mer, bahar. Parce que c'est calme, il y a du vent et c'est relaxant. Et j'aime bien passer du temps avec mes amis sur la corniche. J'aime bien passer du temps avec mes amis sur la corniche. Et aussi, grâce à ces activités, on peut finalement se rapprocher entre nous. C'est tout ce que j'ai à dire.
يعطيكم الصحة سيدي، وإن شاء الله عطلة طيبة. كما ذكرنا هو لقاء الفنون، مش فقط الفنون التشكيلية، مجموعة أخرى من المجموعات اللي تأثث سهرات المهرجان. باش نشوفوا المجموعة نموذج آخر من الفرق الشبابية المشاركة في هذا المهرجان. تفضل. شكرا لكم، شكرا لوديه مباشره من محرز، شكرا لكل ضيوفك. اذا باش نواصلوا مع ضيوفنا، باش نواصلوا مع جاليتنا التونسيه وعلاقتها باللغه العربيه، لكن قبل كل شيء نمشيو للمراوحه ذي مع الفنان كاظم الساهل ثم نواصل. تفضل. احبي كل عقدي وضيعي في خطوط يدي، I'm not afraid to die.
بكم مرة أخرى. زميلنا وديع برحومة حاضر يظل معنا مباشرة من المحرز. كلمة ليك وديع تفضل. شكرا لك ألفة. يتواصل اللقاء من مدينة المحرز عاصمة الفنون التشكيلية. معنا الأستاذ بشار العيسى فنان تشكيلي من سوريا. أهلا وسهلا بي. أهلا وسهلا بكم. إذن المشاركة الأولى في المهرجان ولا دور للكاميرا لو تسمح؟ لا، المشاركة السادسة. السادسة يعني أصبحت من أبناء المحرز النجم. أنا محرسي الأصلي والانتماء والافتخار. نعم. السؤال اللي يتبادر للذهن، علاش تكرار المشاركة؟ أكيد يعني فما أشياء تشدك لمدينة المحرز لهذه التجربة، الضوء، البحر. حين شاركت المرة الأولى في هذا المهرجان شعرت بأن المدينة هي مدينتي، وأن المهرجان هو الحلم الذي راودني سنوات طوال، وبالتالي الحلم الذي يراود كثيرا من الفنانين العرب المشرقيين والمغاربة والدوليين، أن يكون هنالك مهرجان جدي ثقافي مستقل شعبي يعبر عن الفن وعن المدينة بروحها المتبدى في جدرانها وفي وجوه ناسها. وهذا المهرجان هو أعرق وأقدم مهرجان فني مستمر بجهود مجموعة من الأفراد والنشطاء وأهل هذه المدينة الذين شكلوا حاضنة اجتماعية وحاضنة شعبية لأن يستمر، ونحن اليوم في دورته 30، ونحن نحيي الذكرى 5 لوفاة مؤسس المهرجان الصديق الفنان الشاعر المسرحي يوسف رقيق. ولهذا تراني هنا واحدا من أهل المحرز وواحدا من المنتمين إلى هذا المهرجان والمعاضدين له والمفتخرين به. يا أهلا بك في تونس، نورتنا. شكرا لك. من سوريا إلى لبنان، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. نتعرف عليك أولا. نصار ظاهر من لبنان. كذلك أنت لست المرة الأولى في مدينة المحرز. تكرار المشاركة، ماذا يغريك في هذه التجربة؟ ماذا يغريك في أضواء المحرز، في شواطئ المحرز؟ بداية أريد أن أترحم على مؤسس المهرجان أستاذ يوسف الرقيق، السلام على روحه، وأتوجه بالشكر والتقدير للدعوة المستمرة من
الإدارة إدارة المهرجان، وهذه المرة الخامسة اللي بزور فيها تونس وأتفاعل مع المجتمع التونسي. ونحن في لبنان لنا تاريخ عريق وقديم جدا مع تونس، فعندما أحضر إلى تونس لا أشعر بأني بعيد عن لبنان، وبالتالي عندما أذهب إلى لبنان لا أشعر أني بعيد عن تونس. أحيي النشاط الدائم والمسيرة الدائمة والهمة اللي بيقوم فيها تقوم فيها إدارة المهرجان والطاقم اللي بيعمل لإنعاش وإعادة الحياة من جديد لهالمدينة الجميلة. خروج الفن للشارع من خلال هذا المتحف المفتوح، هذه البراعم التي يعني لوتة الفن تتحول لهم بشكل عفوي، يعني شو رأيك فيها كفنان؟ أجمل ما في الأمر هو الاعتناء بالأطفال، وأجمل صلة تواصل في العالم هي الموسيقى والفن التشكيلي. فهؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب هن الذخيرة الأساسية نحو المستقبل. وهناك مقولة لأحد القادة الإنجليز وبعتقد اللورد بادن باول مؤسس الحركة الكشفية، بيقول حاول أن تغادر هذا العالم وقد تركته أفضل من ما كان عليه. فكلكم ما شاء الله تعملون لغد أفضل، لمستقبل أفضل، لإعادة الحياة والفرح والبهجة إلى كل المنطقة اللي نحن موجودين فيها ولأهالي المحرس بشكل خاص. شاطئ المحرس له كل سنة بمجموعة الفنية مكانة خاصة، لذلك كل سنة آتي فيها إلى المحرس أرسم هذا الشاطئ الفريد من نوعه، اللي حتى الشاطئ اللبناني أنا ما شفته بهالجمال. له جماليته الخاصة أكيد، ولكن له جماليته الخاصة شاطئ المحرس، وأتفقده كل يوم كل يوم من الطابق الخامس حتى أشاهد كيف حركة المد والجزر كما حركة العالم. فأتمنى لكم مزيدا من الصحة والنشاط الدائم، والله يأخذ بيدكم للاحتفال بالذكرى 31 أو الاستمرار للدورة 31 في المهرجان العام القادم. أنا بيك في تونس، شكرا لك. إذا كانت هذه المصافحة الأخيرة انطلاقا من مدينة المحرس، انطلاقا من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية. غدا مش يكون عندنا لقاءات مع فنانين آخرين مع الجالية التونسية المقيمة في المهجر اللي تعود بمناسبة انعقاد هذا المهرجان. الخط عندك ألفة، تفضل. شكرا لك وديع، تحية كبيرة لك وتحية لكل اللي تابعوا فينا من أهل المحرس، شكرا لكم. إذا باش نواصل مع ضيوفي وباش نمشيو إلى تعليم اللغة العربية، وإحنا نركز ديما في برنامج أهلا تونس على الفقرة هذه. يعني جاليتنا التونسية كل ما يروحوا لازم مش يقرأوا اللغة العربية جنية ثانية والثالثة أكيد. ونواصلوا مع ضيوف، ورحب بضيوف اليوم مدام سلمى الهرابي أستاذ اللغة العربية، كانت حاضرة معنا قبل واليوم رجعت لنا برشا جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بك سلمى، نورتنا. رحب كيف بضيوفنا الطلبة، هما توانسة عايشين البرة، وكيف كيف معنا ضيف من فرنسا مسيو ريجيس لاكوست. بونجور ريجيس، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. كيف كيف نرحب بأنيسة الشيبي أمريكية تونسية. صباح الخير أنيسة، مرحبا بك في تونس، عايشك، نورتنا. ونرحب كذلك بصابرين الزغنامي إيطالية تونسية، مرحبا بك صابرين. وبيك نحكي معك درشة أنت. أي مرحبا، مرحبا بك صابرين، نورتونا. أنيسة سلمى عفوا، كل مرة تجيب لنا جديد ما شاء الله، عدد الطلبة قاعد موجود، توانسة يحبوا يقراوا كيما تو أنيسة مولودة في أمريكا ومعناها وعايشة في أمريكا، شادة صحيح باش تقرا تونسي ما شاء الله، وحتى لو معناتها اللغة باهية ماشية معاها الأكسون كيف كيف صابرين، حتى نلقاو أجانب يحبوا يقراوا تونسي. مرحبا بكم، شكرا للوطنية مرة أخرى، وشكرا لبرنامج أهلا تونس اللي نجددوا اللقاء معاه، وديما معناها معناها يساهم في إشعاع معهد بورقيبة اللغات الحية، وخاصة يعني تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وخاصة الجالية التونسية المقيمة في الخارج. أخت ألفة، احنا المرة هذه جينا بمناسبة دورة صيفية، دورة دروس مكثفة للغة العربية اللي هي انطلقت في 3 جويلية وتنتهي إن شاء الله يوم 4 أوت. الطلبة يدرسون فيها قرابة 100 ساعة لغة عربية. عندنا طلبة من جميع الجنسيات. بالنسبة لجاليتنا بالخارج عندنا تقريبا 50% يمثلوا الجالية متاعنا بالخارج، وإحنا هذا شيء يفرح برشا، وماذا بينا العدد هذا يتزاد. على خاطر قبل إحنا الجالية متاعنا ما كانش يدرسوا في معهد بورقيبة، كانوا يدرسوا في ديلوكو
خارج المعهد يعني لكن تو حتى وهم تو لو تحت اطار تربوي ولو كيف ولو يدرسوا مع الطلبه الاجانب الاخرين نوع من حاب نقول يعني كيما الكونكورونس ولو تاثروا معاهم ولو يحبوا اكثر اللغه العربيه ومقبلين عليها من عام لعام قاعد يزيد عدد الطلبه قاعد يزيد العدد حاجه واحده نحب نقولها انه احنا الطلبه التوانسه اللي هم يعيشوا مثلا في الوسط والجنوب اللي هم بعاد على العاصمه لان احنا درسوا اللغه العربيه في معهد برقيبه في العاصمه ليس مش في الفروع اللي هما كيفاش يعملوا هذوما احنا موفرين مبيتات وزاره التعليم العالي مشكوره معناها موفره مبيتات يتفضلوا معناها يجيونا والمبيت متوفر وكل شيء متوفر معناها مجانا المبيت بالنسبه للجاليه نتاعنا نسمحك بعض الدقائق سلمى نرفع حضرتكم اذاننا صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي مدينه تونس وضحيه ثم نواصل تفضل رفعنا إليكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي مدينة تونس وضواحيها تقبل الله صلاتكم مزيد من الأجر والثواب والمغفرة نرجع مرة أخرى لضيوفنا مرة أخرى رحب بك أستاذة سلمى مرحبا بك مرة أخرى حكينا شوية على عدد الطلبة اللي من سنة الأخرى قاعد يزيد حكينا شوية على المبيت اللي هو متوفر للطلبة اللي يسكنوا في الجمهورية داخل معناها مش متوفر لهم القراية شنو واقفة من جديد آخر السنة؟ بالنسبه للدوره الصيفيه هذه كما قلت لك وفرنا معناها المبيتات وبالاضافه الى ذلك ينظم معهد برقيبه معناها ثلاثه رحلات لانه الطالب اللي يجي يقرا العربيه مش يقرا فقط وتعرف هو السيف والكل يحب يقرا ويتعرف على الثقافه التونسيه وفي نفس الوقت يعني يتعرف على تونس لانه احنا كانها معناها سياحه ثقافيه كما عندنا سياحه طبيه عندنا سياحه ثقافيه يقرا العربيه ويقرا اللهجه التونسيه ويتعرف على تونس ينظم معهد برقيبه ثلاثه رحلات رحلة للجنوب التونسي الجميل ورحلة للساحل اللي هي اليوم والطلبة متاعي مشاركوش جاوا بحذاكم اليوم ورحلة للشمال الغربي باش يتعرفوا على جمال تونس أكثر ويأكلوا الأكلة التونسية وقال وبالإضافة لذلك نوفروا زادة معناها أنشطة ثقافية داخل المعهد معناها ثم الرسم كالجرافي ثم كنا نعمل حتى الأكل زيدا الأكلة التونسية المسرح الموسيقى وبالنسبة للحفلة اللي هي معناها تقام آخر الدورة اللي هي يوم 3 أوت وتو نوجه لكم دعوة من تو برنامج أهلا تونس يأثثوها الطلبة متاعنا يعني هم اللي يقوموا بالغناء إلقاء الشعر العزف يعني الفقرات الكل يأثوها الطلبة يعني خدمة كبيرة كل يوم معدل قديش يقرأوا يقرأوا كل يوم أربع سوايع كنا نقريوا خمسة سوايع ولكن مدة أربع قديش؟ ساعات مدة شهر شهر كامل يقرأوا من ثمانية شهر هذا ينجموا معناها يعملوا خطوة به ينجموا يقدموا في اللغة ينجموا لا ينجموا لأنه دروس مكثفة وعندنا إذا كان طلبة يبداوا ناقصين ثم اللي يعملوا تدارك نعملوا تدارك في العشية نمشوا للروبورتاج الخاص بتعليم اللغة العربية أكثر تفاصيل في الروبورتاج هذه ثم نواصل تفضل الجملة الأخرى ملكت الكاسة شايا ملكت الكأس شايا نضع سطرا تحت العنصر المحذوف ما نوع الجملة؟ جملة فعلية دورة تستقطب عديد الجنسيات يجونا من القارات الخمسة في العالم في سنوات معينة كنا نستقطب أكثر من 600 و700 طالب في الدورة الدورة هذه كانت أقل شوية فهمني والله في حدود 150 طالب من تقريبا أكثر من 25 جنسية ولكن متأكدين أن المعهد باش يرجع الصيت نتاع الدورة ويرجع لها إشعاعها في السنوات القادمة إن شاء الله. Je m'appelle Régis, je suis étudiant en langue arabe à Rennes 2 en Bretagne en France. Je suis français et je viens ici pour me spécialiser pour continuer mon université en été et donc je prends des cours ici et c'est un très bon institut, je suis très content. J'étais déjà au Maroc l'été dernier dans un autre institut. Cet institut-là est moins cher et est quand même assez réputé. Mes professeurs m'ont dit qu'il fallait que j'aille ici et je passe un excellent séjour. Et j'apprends beaucoup de choses, même si des fois c'est dur, la langue arabe.
est complètement étrangère pour moi. J'ai aucune origine, mais voilà, c'est vraiment un très bon séjour pour moi. أنا مقيم في فرنسا بفرنسا وفي باريس معناتها أنا من باريس. الآن نحكي كثيرا بالعربية في القسم وأيضا في تونس نحكي بالتونسي ونتحسن كثيرا اللغة متاعي لغتي. أنا في معهد البورقيبة من Maratine, plusieurs fois, Minzamen, na, Uribu Azel, Uribu Maradel Bourguiba, li Anna, el Tarbiyat Mumtaz, Uribu Han Asma, Kassir Minel Radio, Minel TV, hein. ولكن هذا صعب صعب جدا. انا في تونس اولا لمعهد البورقيبة لفريكري. الجملة الاخرى ملكت الكاس شيئا. ملكت الكاس شيئا. عملت ليسانس بالحقوق في اكسون بروفانس و توا دونك باش نبدا ماستر للعلاقات الدوليه في سيونس بو تونس. دونك يعني نجحت الكونكور و باش نبدا الدراسه في سبتمبر. خدمات كيفاش لقيتها في المعهد؟ باهين معناتها لي بروفيسور باهين برشا. كنت في فرنسا، كنت في جامعه هي مخصصه عن العربيه في سيونس بو، ودرست العربيه منذ 3 سنين في فرنسا قبل في مونتون، بعد ذلك مشيت في بيروت وتوا في باريس. ونعم، والمعهد البورقيبة هو الدراسه بالعربيه هي جيده، والاستاذه كمان معهد برقيبة اللي يدرس إلى جانب اللغات الأجنبية يدرس اللغة العربية، وهذه نقطة نحب نأكد عليها برشا برشا على خاطر أغلب التونسيين ما يعرفوش اللي هو يدرس اللغة العربية، ونحن فخورين بذلك أن ننشر لغتنا العربية. عندنا 3 دورات في خلال السنة الجامعية، اللي هي دورة الخريف، دورة الشتاء، ودورة الربيع، وعندنا دورة الصيف اللي هي دورة مكثفة انتنسيف، كور انتنسيف. فما اقبال كبير برشا، وكما شفتوا الطلبه فرحانين بالتجربه، بالرغم اللي يعني برشا فيهم يقراوا في اوروبا ويقراوا حتى في الدول العربيه الاخرى، ذكرت بيروت وكل، ولكن دائما تجربه معهد برقيبة متميزه برشا. احنا ندرسوا شفوي وندرسوا مكتوب، يعني وما شاء الله عندنا خيره من الاساتذه الاكفاء، والحمد لله ان شاء الله من حسن الى احسن. فعل تفعل الفعل. نعم. باقية هذا مفعول للمنزل. نرجع مع ضيوفي، وخلينا نمشي مع ضيفتي الأولى أنيسة شابي. مرحبا بك أنيسة. أنيسة أمريكية تونسية. نعم. مولودة في أمريكا. نعم. كم عمرك اليوم؟ 20، وإن شاء الله 21 في الشهر الماضي القادم. القادم. متى تدرسين؟ اختصاصك شنو؟ في جامعتي في أمريكا. العلاقات الدولية والعربية، واللغة العربية. أنت تأتين كل سنة إلى تونس أو سنة بعد سنة؟ سنة بعد سنة. لماذا اخترتي أن تدرسي اللغة العربية اليوم؟ اليوم لأن أنا بدأت الدروس اللغة العربية في الجامعة منذ 3 سنوات. وبعد أنا أظن لمتأحسن في العربي لازم أعيش في بلد عربي. أي. وأعيش في تونس لأن تونس بلدي. أي. تونس بلد أبي. الأب تونسي والأم كوبية. بالضبط. في البيت تتحدثون اللغة العربية ولا لا؟ لا، نحن نتكلم بالإنجليزية فقط. أي. الوالد يجب أن يعاقبه.
يجب أن نتحدث اللغة العربية في البيت. أوه. مرحبا بك. مرحبا مسيو لاكوست. بيانفينو. أنت أول مرة في تونس؟ نعم. نعم. لماذا اخترت أن تدرس اللغة العربية؟ Pourquoi tu as choisi la langue arabe? Après les attentats, j'ai décidé d'apprendre l'arabe, de découvrir ma culture. Mm-hmm. Et je suis retourné à l'université. Mm-hmm. Donc j'étudie l'arabe en France. Et tous les étés, je pars dans les pays pour apprendre l'arabe. Mm-hmm. Cette année, c'est la Tunisie. Je pense que je repartirai même l'année prochaine. Mm-hmm. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Tu parles en arabe ou non? Choué. Comme أدرسه اللغة العربية منذ واحد سنة وأتكلم شوية في العربية. درست في المغرب السنة الفارطة. نعم. وهذه سنة اخترت تونس. كنت أنا في فاز. أي. في المدرسة مع الإنجليزية مثل هنيسة. مش بفضل التونسي. أي. تونس أول زيارة لك هذه سنة لتونس ها؟ C'est votre première visite à Tunis. Comment oui. tu as trouvé la Tunisie? Les gens sont vraiment super sympas. La vie est moins chère qu'en France. Les gens sont moins stressés. Et pour moi, c'est vraiment des vacances merveilleuses. Très bien, très bien. Bienvenue. Merci. Sabrina, مرحبا بك لالا. مرحبا سابقا تحكيو معايا بالدارجه يا خويا. نحب نحكي بالدارجه. سابرينا انت تونسيه ايطاليه مولوده في ايطاليا كيف شنو تعمل قداش عمرك؟ عمري 20 سنه و سيكتور اغروليمنتير. اي ان شاء الله العام الجاي نكمل ان شاء الله. الدراسه في ايطاليا مش كيما في تونس. دبلوم. دبلوم. اي ان شاء الله ما شاء الله عليك. كيف كل عام في تونس تجي؟ اي منين انت من تونس؟ اصلي وسلمية. اي تمشي بواحد العائله غادي؟ اي نجي مش ديما. اما عندي شكون في نابل وشكون في بنزرت في تونس. تعمل دوره باهيه معناها. اي كل صيفيه تجيوا. اي رمضان ولا بعد رمضان؟ سنة عندي ملي بديت نقرا قبل ما نبدا نقرا بنهارين. اي وديما البيريود هذايا. احكي لي كيفاش الجو في تونس؟ تحب قاعدة تونسية جو تونسي على خاطر الفرق ما بين في الفاميليا. اي خاطر كل مع بعضنا ديما جو اخر. في الدار تحكي تونسي ولا لا ولا تحكي كي نجي لنا نحكي تونسي الأكثرية. غادي مع ما تونسي مع با ايطالي نورمال. اي بي يحكي لنا وين مشيت شنو زرت اش عملت؟ زرت نابل بنزرت ولنا في تونس. شنو برنامجك من بعد شنو برنامج تعمل؟ ان شاء الله نرجع لوسالم. اي ومازلت نحب نمشي لمرسى ان شاء الله. اي حلق الواد. اي عامله بروجرام كل مره للبلايصه. اي قداش انتم في الفاميليا؟ أربعة خويتة؟ لا أربعة أون تو. وي الأم والبو أنت وأختك ولا أخوك؟ أختي صغيرة. أي تقرأ شوية كيفك؟ تحكي شوية عربي؟ هي تحكي خير مني بالله. باهي تخي بيان. تقرأ عربي في إيطاليا زادة ولا كان في تونس كي تجي؟ لا أول مرة نقرأ عربي. يعطيك الصحة. قريت شوية قبل تعلمت نكتب أما حبيت نكمل أكثر. بيه سيبيا. علاقتكم تو علاقتك بالطلبة وصحابك غاديك أصدقائك كيفاش معناها كتونسية إيطالية؟ معتبرينك معناها التنيانية كيفهم ولا ديما يعرفوا لي أنتي تونسية؟ ديما لا يعرفوا لي أنا أصلي تونسية. أي أما كيفهم خاطر ولدة غادي ونعيش غادي. أي. نورمال. بس دعيتهمش بحذيك يجيوا لتونس؟ إي جت مرة صاحبتي لنا. إي أما تتكلف كلفتك نصورها الجاية دي. لا سيما سبا سبا هاي بيت خبيا سيما. الأجواء في المعهد كيفاش؟ شفنا في الروبورتاج الأعمار الكل نلقاو الكبار والصغار للجون. كيفاش معناها فماش ضوابط معينة؟ فماش عمر معين نيفو معين؟ لا في معهد برقيبة ما عندناش عمر معين. بالعكس احنا نقبلوا كل الأعمار فقط ما يكونش أقل من 15 سنة. أي معنا ما يكونش منور. بالنسبه للمستويات احنا كيف يجيونا الطلبه نعملوا لهم اختبار المستوى تيست نيفو ونصنفوهم حسب المستويات نتاعهم. كما اسلفت الذكر عندنا المستويات من المبتدا تماما حتى المستوى السادس. فوالا كل جروب وحده معناها.
بالطبيعة. أي كل نيفو وحده. نعم. عندنا المستوى كومبليت يعني مبتدأ تماما ثم الأ والب حتى المستوى السادس واللي يوصل المستوى السادس طبعا ياخذ الدبلوم تاعه. والمستويات الأخرى يعني ياخذ شهادة في آخر الدورة. بالنسبة لجو المعهد معناها الحمد لله جو عائلي يعني أنا عائلة واحدة نتعودوا بهم الطلبة. يتعودوا بينا خاصة في الدورة الصيفية وحتى في الدورات الأخرى يعني كيف يجوا يسافروا يعني ننسلموا على بعضنا. أنت درست في إيطاليا تمشي لإيطاليا؟ أي أنا درست في إيطاليا طبعا معناها بعثتني معهد برجيبة اللغات الحية. اللغة العربية؟ أي طبعا اللغة العربية. احنا لأن عندنا اتفاقيات مع إيطاليا وكل وإن شاء الله تتوسع الاتفاقيات أكثر ويعطيك الصحة أخت ألفة على السؤال هذا. حبيت نلفت النظر ونطلب معناها وزارة التعليم العالي أن تزيد توسع لنا أكثر في الاتفاقيات وخاصة معناها السفارات والقنصليات متاعنا يساعدونا لأنه احنا خاصة مثلا الجالية وكل يعني معناها عندنا إشهار إلا على الإنترنت فقط. احنا ماذا بينا معناها يعلقونا ديزافيش في القنصليات في السفارات باش يعني الإشعاع أكثر ويجينا العدد أكثر لأنه يعني صحيح احنا نشر ثقافتنا ونشر لغتنا ولكن فيها حتى مورد للدولة متاعنا يعني فيها مورد للدولة متاعنا ماهوش متعب يعني ما هيش فنادق ومصاريف احنا معهد ينشر الثقافه وفي نفس الوقت الاجنبي يطلع على ثقافتنا باش حتى تتغير نظرته لينا معناها ان شاء الله معناها لفته كريمه من الوزاره ومن الحكومه ومن المسؤولين. انت تقولي في اوت ماشي لايطاليا مش قريه؟ ان شاء الله احنا عندنا دوره ان شاء الله في باليرمو ودورة في روما جامعة تور فيرغاتا ان شاء الله يعني اما انا او الزملاء الاخرين يعني مش كنجي معنا سنة. لا احنا ديما نقريو احنا ديما نخدمو. قبل فما فكرة كي نقراو مثلا انجلي ولا حاجة يبعثونا العائلات غاديكا معناها ونقعد مع عائلات بخاتيكي اكثر معناها للونج فماش الفكرة دي يجيو العائلات التوانسة يقعدوا معناها تو كيما مثلا مسيو لاكوست في تونس بعدها علاش ما يجيش ما يقعدش في عائلة معناها الفكره هذه موجوده. احنا عندنا في تونس عندنا عائلات دي فامي كيونت عندنا عائلات يسكنوا معاهم الطلبه في نفس الوقت معناها يسكنوا ويتكلموا معاه يعني موجوده هذه اي عائله معناها تحب تتقدم المعهد برجيبه طلب للاداره وتدرس الاداره الوضعيه قلت لي عندنا ثلاث رحلات مع الرحلات هذوما تخرجوا مشي شويه المتاحف نتاعنا المدينه العربي تحكيوا لهم شويه على تاريخ البلاد اي 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 عندنا نخرجوهم للمتاحف نعرفوهم يعني نعطوهم دي بليون دي كارت باش بالاماكن يعني حتى كما نمشيوش معاهم احنا يعني يعرفوا الطلبه نعطوهم دي بليون ويدخلوا بلاش برشا يعني برشا اجانب يقراوا اللي يحبوا يقراوا اللغه العربيه اني اكثر بلادي تحب تقرا معناها اللغه العربيه عندنا احنا الحمد لله عندنا من الجنسيات الكل والناس الكل تحب اللغه العربيه ولكن مثلا العدد شويه بالنسبه مثلا للقاره الامريكيه كندا والولايات المتحده بحكم نقص الإشعاع كما قلت لك أخت ألفة يعني يجيونا شوية على خاطر ما عندناش إشعاع كبير طونديسك يعني أي في حين مثلا جينا الإيطاليين يجونا برشا على خاطر عن ثم إشعاع المعهد برجيبة في إيطاليا يجيونا زاد الكوريين اللي كانوا يقراوا في مصر وفي الشرق توا ولاو يجيو لتونس اكتشفوا معهد برجيبة وطريقته وكل ولاو يجيونا يجيونا من كافة الجنسيات شوية أنا نستغل الفرصة خدمة ومزيد من الإشعاع ويساعدونا معنا اللي يقدر يساعد معهد برجيبة يساعد راهي منارة كبيرة وراهي يشرف في تونس وراهي معناها في فايدة الناس الكل إن شاء الله. أنيسة لو نتحدث قليلا على الطلبة في أمريكا خاصة الطلبة هناك طلبة توانسة معناها تونسيين يدرسون في أمريكا علاقتك بهم كيف هي علاقتك بالطلبة الأمريكيين كتونسية وكمسلمة خاصة؟ كما علاقاتي مع الأخرى مع الآخر جيدة الحمد لله لأن أنا في الجامعة بعض الناس هم ليس جاهلون تفهم وهم تعرف عن الدينية الإسلامية وتعرف عن الثقافة الأخرى والآخر ولذلك العلاقة جيدة وعندنا حوار وليس صدام. واجهتي بعض المشاكل خاصة الفترة الأخيرة وبعض الأحداث اللي صارت وخاصة أنت محجبة يعني مسلمة ومحجبة هل واجهتي بعض الصعوبات ولا؟ يعني أنا خبرت أهداف عنصرية في الشارع ولكن
مش كثيرة الحمد لله. وأنا أعرف هنا ثناء الناس في الولايات المتحدة هم من سوريا وهم إسلاموفوبي. ولكن الحمد لله أنا أعيش في مدينة وين كل الناس هم من بلد أخرى. تفهم؟ جاليات مختلفة. جاليات مختلفة. نعم. ولذلك الحمد لله أنا خبرت الخبر أنا خبرت الأنصريات طبعاً ولكن مش كثيرة الحمد لله. طب هناك طلبة تونسيين يدرسون في نفس الجامعة اللي تدرسيها أنت؟ مش كثيرة. أظن طلابين طالبين فقط. يعطيك الصحة. مرحبا بك. مرحبا. alors monsieur Lacoste, est-ce que tu as visité Sousse, Hammamet, Nabl? Je suis allé à Kilibia et Sousse ce sera pour la prochaine fois. Qu'est-ce que tu as mangé ici? Tous les plats traditionnels, enfin sauf le tagine et ce que le tagine. Tu vas manger le tagine chez moi. OK, ça inchallah, inchallah. Pas de problème. Mais la salade échouia aussi. Hier soir, j'étais à la Marsa. Tu as mangé le leblebi ou non? Le? Le blébi. Non, ça, j'ai pas encore goûté ça. Avec, avant, quand tu rentres à France, tu vas manger le blébi parce que ça va être le cas, tu iras. Et tu dis, je vais te faire le blébi. ولا كسكروت البيبي في بنزارت ولا حاجه افرح بيها افرح بيها خلي ولي توسي بحرها باهي سلمى خلينا نختم معاك عطينا ان شاء الله بيانتو شنو فما عطينا لو سواغي تاع اخر الدوره هذه شنو محضرين فيها كما اسف تذكر كما قلت لك قلت الفه احنا عندنا حفله اللي هي حفله نهايه الدوره الصيفيه اي اللي هي ياثوها طلبه معهد بورقيبه اللي هم مشاركين في الدوره الصيفيه هم ياثوا الفقرات وقت من إلقاء إن شاء الله يوم 4 أوت بدار ثقافة ابن رشيق أي بي وأنتم مدعوين إن شاء الله مرحبا بكم برنامج أهلا تونس إن شاء الله وكما قلت لك يأثوها الطلبة وطبعا يعني هي اختتام لجهود أسرة معهد بورقيبة كلها من إداريين من أساتذة من إدارة سيد المدير وكل الناس قامت بمجهود تعرف يعني وقت السخانة هذه وكل أي مجهود كبير ويعطيهم الصحة الزملاء وكل وفينا اللي يسكنوا بعيد وفينا وكل مقريو وديما احنا في الدورة الصيفية عندنا شعار اللي هو ممنوع المرض وممنوع الغياب هي يعني شهر ميليتير قرايه شهر ميليتير لان دوره مكثفه وما تنجمش يعني اذا غاب الاستاذ حتى ما ينجمش يعوض لانه مكثفه ومكلفه زيدا مكثفه ومكلفه الحمد لله يعني بعد كيف نلقاو نتيجه تعب يمشي وديما نعاود ناكد ان شاء الله يا ربي صوتي يوصل معناها للمسؤولين معناها دعموا معهد بورقيبه بالاشعاع بالإشعار لأنه إحنا لنا الحمد لله عدنا معناها أساتذة من الكفاءات وعدنا إدارة وكل الحمد لله فقط يعطيك الصحة لله تحية ليك تحية لكل الأساتذة اللي معاك والقايمين يعطيكم الصحة بارك الله فيكم أنيسة صابرين شكرا على حضوركم كيف كيف شكرا مسيو لاكوست بيانفينو على تونس مرحبا بكم شكرا لكم أعزائي المشاهدين وحسن المتابعة والانتباه نحب نعاود نقول لكل المواطنين اللي يعيشوا برا إذا عندكم أي حاجة أي استفسار أي حاجة تحبوا تقترحوها عندكم باج فيسبوك بتاعنا أهلا تونس كيف كيف الإعادة تلقاوها اليوم في الليل وإلا تلقاوها على شاشة اليوتيوب كيف كيف تلقاو البرنامج الكل بالتفاصيل الكل غدوة نتلاقاو مع زميلتي يسر الصحراوي شكر كبير لسونتر أماني على القيفة والتجميل شكر لكل زملائي في برنامج أهلا تونس نتلاقاو أنا وياكم إن شاء الله الأسبوع القادم إلى اللقاء حوس لي برور في الغربة عديت أيامي درت البلدان كلمة خمور نشوف في رجالك في منامي شوف في ثياب عليك تغور نسات اللي احنا ليك مالي من